شكرا للكباتن الكابتن خالد سلمان والكابتن بشار عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبتي الكرام، مشاهدين عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير في ثاني مباريات هذا المساء في الجولة الثالثة من دور نجوم كيو أم بي التي انطلقت يوم الأمس من هنا من استاد خليفة الدولي، بعد أن شاهدنا قبل هذه المباراة مباراة الشحانية والخور، المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. الظهور الثالث والمباراة الثالثة للإخريطيات والعربي في هذا المساء، وبإمكاننا بأن نطلق عليها مباراة مصالحة جماهير النادي العربي في هذا المساء، مباراة منتظرة لتغيير الصورة بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية بعشرة أهداف مقابل هدف واحدة، من أكبر النتائج تاريخيا على مستوى بطولة الدوري القطري. بينما بالمقابل الإخريطيات الفريق القادم هو الآخر من خسارة في الجولة الماضية أمام الشحانية بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي الهدف بالنسبة للفريقين هو واحد، الانتصار ولا غير ذلك، تصحيح الصورة، تعديل كل الأخطاء، لأن في الأيام القليلة الماضية الوسط الرياضي والشارع الرياضي هنا لا يتحدث إلا عن الخسارة الكبيرة التي تلقاها النادي العربي. فريق الأحلام يريد أن يعود في هذا المساء ليصحح الوضعية في هذه المباراة. وهنا السيد لوكا الرجل الذي بدأ منزعجا وبشكل كبير جدا من الخسارة، لكن لحظات أحبتي الكرام على بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول لهذا اللقاء العربي في بداية المشوار، انتصار على الخور بهدف مقابل لا شيء. وبالمقابل بالنسبة للإخريطيات الفريق الذي خسر في أول مباراتين، الخسارة في الجولة الأولى بسداسية من السد، والخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام الشحانية بهدف مقابل لا شيء. الشحانية اللي بيقدم عروض ممتازة حتى الآن في أول ثلاث جولات من بطولة دوري نجوم كيو أم بي. عبد الله العذبة حكم هذه المباراة، نتمنى له كل التوفيق في قيادة هذا اللقاء. الإخريطيات الفريق الذي يدخل هذا اللقاء بالتشكيلة التي تضم أحمد سفيان في حراسة المرمى، في خط الدفاع محمود سعد، علي فايز، عبد الرحمن أبكر ومعتز ماجد، في خط الوسط محمد سلام، أحمد الحيفي، لازار، محمد عبد الرب وعبد الهادي حلحول وأحمد كحيل. بينما تشكيلة النادي العربي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، مسعود زراعي في حراسة المرمى، في خط الدفاع أحمد إبراهيم، أحمد النحوي، مدير عبد الرب، ياسين يعقوب، في خط الوسط أحمد فتحي، جارديل، محمد صلاح النيل، عبد الله معرفي، ومايلسون وفرانكو أريزا، اللاعب الذي يعود في هذه المباراة بعد أن غاب في المباراة السابقة أمام السد. انطلاقة وكرة أولى والتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذا هو اللاعب اللي واضح أمامك، الكولومبي الذي افتقد لخدماته النادي العربي في مباراة الجولة الماضية التي حقيقة لا أريد أن أتحدث عنها كثيرا، لأن ذلك الأمر يزعج كل عاشقي القلعة الحمراء وفي عالم كرة القدم أو في الحياة بشكل عام. السقوط لا يعني نهاية، السقوط قد يكون بعد ذلك أجمل بداية، إن تمكن العربي اليوم من أن يصحح الصورة في هذه المباراة. وبالمقابل الإخريطيات الذي باعتقادي بوجود لازار في هذه المباراة، اللاعب الذي كان متواجدا في الموسم الماضي مع السلية، لاعب لا شك بأن سيقدم إضافة، والإخريطيات حقيقة يحتاج للاعب مثل لازار لأنه يفتقد للنزعة الهجومية، دائما ما كان يعاني من خلال الجولتين الماضيتين. وبالتالي هي مباراة بشعار الثلاث نقاط، بشعار الانتصار بالنسبة لكلا الفريقين. رمية تماس لصالح النادي العربي، الكرة بتلعب للأمام، مايلسون بتعود الكرة في الجهة اليمين، لمسة للأمام،
الكرة عادت مجددا في منتصف ملعب المباراة، بتعود للخلف لحارس المرمى مسعود زراعي اللي بدوره يرسل كرة أمامية لكن لم تصل. واضح الرغبة الكبيرة مع الدقائق واللحظات الأولى في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. جارديل الكرة معاه للموسم الثاني مع النادي العربي، الكرة بتلعب في الجهة اليمين، عادت للخلف في منتصف ملعب المباراة، وضع طبيعي ما نشاهده، السيطرة، الاستحواذ، الأفضلية، الرغبة الكبيرة في تصحيح الصورة، لكن اليوم سنشاهد جبهة يسرى فعالة متحركة نشطة من جانب نادي الإخليطيات تواجد لازار في ذلك المكان. الكرة بتلعب الجولة طبعا الثالثة أحبتي الكرام من دوري نجوم كيو ام بي التي انطلقت يوم الأمس بانتصار كبير لأم صلال على النادي الأهلي بأربعة أهداف، والسيلية يحقق الفوز على نادي قطر بهدفين مقابل لا شيء. لدينا كرة في الجهة اليسرى، محاولة وتقدم لصالح النادي العربي، جارديل الكرة معاه يرسل كرة عرضية لكن الكرة تبعد من جانب مدافعي نادي الإخليطيات، بتعود مرة أخرى محمد صلاح النيل، طالت على محمد صلاح النيل والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس. محمد صلاح النيل اللي في الموسم الماضي قدم مستويات كبيرة مع نادي المرخية، وهو اللاعب الذي بكل تأكيد يعني لديه التجربة في ما سبق مع الريان ومع السيلية ومع الشحنية، ولاعب أكيد يعتمد عليه السيد لوكا في الجهة اليمين. الكرة بتلعب في منتصف ملعب المباراة، مايلسون بيحاول يتقدم، البرازيلي مايلسون، الكرة ما زالت مستمرة، مرور وتقدم وانطلاق وبحث عن مساندة، تأتي المساندة من الجهة اليسرى عند مدير عبد ربه، الكرة للأمام ترسل جارديل، الكرة عادت للخلف، تراجع واضح من جانب لاعبي نادي الإخليطيات، وربما هذه الطريقة اللي شاهدنا فيها الإخليطيات في الجولتين الماضيتين، لكن ذلك الأمر إن استمر لفترة طويلة أو إن استمر للجولات القادمة لن يجدي نفعا بالنسبة للإخليطيات، وبالتالي يجب عليه بأن يقدم يعني في هذه المباراة ويظهر بصورة جيدة على الأقل تمكن من أن يخرج بنتيجة إيجابية، لأن الإخليطيات بدون أي رصيد من النقاط حتى هذه اللحظة. خطأ يحتسب لصالح نادي الإخليطيات، هذا هو السيد نصيف البياوي، الرجل الذي يعطي التعليمات والتوجيهات ويحاول أن يبث روح الحماس في لاعبي فريقه، أكيد بأن المطالبة كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي العربي، لكن بالمقابل جماهير النادي العربي لا تنتظر فقط فوز في هذه المباراة فحسب، لا تنتظر فقط ثلاث نقاط فحسب، الموضوع يتعدى ذلك، يتخطى ذلك، تنتظر أداء، تنتظر صورة مشرفة، تنتظر تصحيح ومعالجة الأخطاء اللي وقع فيها الفريق في مباراة الجولة الماضية، الأمر الذي ألقى بظلاله بشكل كبير جدا على كل من ينتمي لهذا الكيان الكبير، على كل من ينتمي للنادي العربي. الكرة بتلعب للأمام عالية والكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى، وقبل ذلك كان هنالك خطأ، خطأ يحتسب طبعا في الموسم الماضي في آخر مواجهة بين الفريقين، العربي تمكن من أن يحقق الفوز على الإخليطيات بهدفين مقابل هدف، سجل خلفان إبراهيم ومحمد سالم المال في تلك المباراة، وسجل الإخليطيات محمود سعد، بينما مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. كرة في منتصف الملعب، نقلة للأمام ناحية مايلسون، بالمهارة البرازيلية بيسيطر على كرته في أول موسم يظهر فيه مايلسون مع النادي العربي من أجل أن يعطي الإضافة الكبيرة بكل تأكيد، وحينما نتحدث عن قارة أمريكا الجنوبية بالنسبة للنادي العربي فأننا نتحدث عن واحد من أساطير كرة القدم العالمية وليس على مستوى أمريكا الجنوبية، وهنا الحديث عن جابريل باتيسوتا الذي في يوم من الأيام كان متواجدا هنا في قلعة الأحلام، لكن تلك أيام وتلك ذكريات وتلك سنوات،
بكل تأكيد يعني الطموح في هذا الموسم هو الذهاب بعيدا أو هو على الأقل التواجد في المكان الطبيعي وفي المكان الحقيقي بالنسبة للنادي العربي. وهنا أتحدث عن المراكز الأربعة إلى الخمسة الأولى. كرة في منتصف الملعب بتعود للخلف، أحمد النحوي لجارديل، كرة لمدير عبد ربه يتقدم اللاعب اليمني اللي يتواجد في أول موسم له مع النادي العربي. الكرة في منتصف ملعب المباراة، أفضلية عربوية، سيطرة، استحواذ، لكن ما زالت النتيجة سلبية. كرة بتعود للخلف عند أحمد إبراهيم المدافع الخبرة الدول العراقي صاحب 26 سنة القادم من الاتفاق السعودي. كرة بتلعب للأمام، مدير عبد ربه بيحاول، الكرة طالت والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. لكن الواضح في أول 8 دقائق على بداية هذا الشوط الأول من المباراة بأن هنالك اعتماد بشكل كبير على الأطراف من قبل هذا الرجل السيد لوكا. الواضح أمامك مسيرة طويلة جدا للوكا، الرجل اللي عنده 63 سنة وهو يعني ثالث تجربة له مع الأندية القطرية بعد تواجده طبعا في فترة من الفترات مع الشحانية ومع النادي الأهلي. رمي التماس لصالح الأخريطيات الذي عانى كثيرا في الموسم الماضي، ولعل الأمر المشترك بين الفريقين حتى وإن لم يكن منطقيا بأن نقول بأن العربي في الموسم الماضي مر بفترات من الصراع على البقاء والتواجد وكان مهدد في فترة من فترات بالهبوط بالنسبة لنادي الإخريطيات الفريق الذي طبعا كما ذكرت كان من الممكن ألا نشاهده في هذا الموسم لولا أنه تمكن من أن يحقق الفوز في المباراة الفاصلة على الوكرة ليجد نفسه متواجدا مرة أخرى في دوري نجوم كوانبي. لكن هذه المرة يعني البداية اللي بدأ فيها نادي الإخريطيات في هذا الموسم خسارة في أول جولتين، ذلك الأمر الذي الذي بكل تأكيد يزعج كل من يشجع الإخريطيات. هذه كرة والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. استعادة التوازن ومداواة الجراح أبرز شعار ممكن أن يطلق على هذه المباراة. وما زال الإخريطيات يبحث عن أول أهدافه في هذا الموسم، استقبلت شباكة 7 أهداف في أول جولتين بدون أي رصيد من النقاط ولم يسجل أي هدف حتى الآن. طبعا الخور الفريق اللي كان إلى جانب الإخريطيات لم يسجل أي هدف نجح في أن يسجل اليوم. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح النادي العربي، مدير عبد ربه على التنفيذ، سيطرة واستحواذ لكنه سلبي في كرة القدم، إن لم يتوج بهدف وبتقدم في النتيجة. الكرة إلى رمي التماس لصالح النادي العربي، الكرة بتعود للخلف، تحضير وبناء هجمة، الكرة تصل لأحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم، الكرة عادت لعبد الله معرفي، الكرة لأحمد إبراهيم مجددا في منتصف ملعب المباراة، نقلة في الجهة اليمين، الكرة للأمام ترسل لكن تغطية دفاعية ممتازة. كرة بتعود مرة أخرى، الإخريطيات ما زال يدافع، لم يتخلى عن ذلك، لم نشاهد يتجرأ ويهاجم. العناصر الهجومية يعني موجودة على الأقل لديه في هذه المباراة على عكس ما كان عليه الوقت في أول جولتين بتواجد لازار. كرة وتمرير للأمام لكن الكرة تبعد، بتعود مرة أخرى، نقلة في الجهة اليمين، عبد الهادي المغربي الذي يتواجد في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. الكرة للازار بيحاول، الكرة في الجهة اليسرى، تمريرة ونقلة والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى.
مع الهدفين اللي تم تسجيلهم في المباراة اللي سبقت هذه المباراة نصل إلى 39 هدف سجلوا في بطولة دوري نجوم كيوهانبي حتى الآن. وبما أننا نتحدث عن التعادل السلبي المستمر حتى الآن في هذه المباراة، لا توجد أي حالة تعادل سلبي في كل المباريات اللي شاهدناها في الجولتين السابقتين، بالإضافة إلى انطلاقة الجولة الثالثة يوم الأمس. لا وجود للتعادل السلبي، عدد كبير من الأهداف حقيقة. وبالتالي باعتقادي بأن من الصعب جدا بأن تنتهي هذه المباراة سلبية. مدير عبد ربه بيحاول يتقدم لكن الكرة تبعد من أمامه والكرة تحولت إلى ضربة ركنية. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية، يعتمدون عليه في هذا المكان بانطلاقاته بتحركاته. التقدم من مايلسون، الكرة ما زالت لكن الكرة تبعد، بتعود مرة أخرى. أحمد إبراهيم بيحضن على كرته بشكل ممتاز. 13 دقيقة حبتي الكرام على بداية شوط المباراة الأول، ما زالت سلبية. لا يوجد فريق يتقدم على الآخر لكن هذه كرة، والكرة إلى ضربة ركنية تحولت. الاختراقات من هذا المكان لو لاحظنا في أول 13 دقيقة أو في الدقائق اللي مرت بشكل عام، كل المحاولات، كل الفرص، الثغرات موجودة بشكل كبير في الجهة اليمين من ملعب المباراة بالنسبة لنادي الإخريطيات. وهذا الأمر الذي يجب بأن يعالج في قادم اللحظات. العربي يبحث عن البداية، العربي يبحث عن هدف المباراة الأول في هذا اللقاء. جارديل على تنفيذ الضربة الركنية، حديث من حكم المباراة السيد عبد الله العذبة. جارديل على تنفيذ الركنية، جارديل يتقدم، يرسل الكرة عالية، المحاولة قائمة مستمرة. الله، ما زال هنالك حياة فهنالك أحلام يا عربي، وليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية يا مدير. عبد ربه يسجل للنادي العربي ليتقدم في هذه اللحظات من هذه الكرة، ما كان فيها تسلل، ما كان فيها أوفسايد، ليجد النادي العربي نفسه متقدما بهدف المباراة الأول، وصولا إلى الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول، بتغطية دفاعية وبتمركز من لاعبي نادي الإخريطيات لم يكن سليم على الإطلاق، وبالتالي تستمر المعاناة. لكن شوف من يسجل، الظهير الأيسر في العربي يسجل، وليس من يتواجد في خط المقدمة فرانكو أريزالا. وبالتالي 1-0 الآن، هدف أول يسجل في الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. إذن قبل الوصول إلى الربع ساعة الأولى يأتي خبر الساعة في هذه اللحظات بالنسبة لجماهير النادي العربي بالتقدم بهدف مقابل لا شيء. لكن ما زال هنالك متسع كبير جدا من الوقت، وما زال نادي الإخريطيات يعني يملك القدرة على أن يعود، بشرط أن يهاجم، أن يكون أكثر جرأة، أن يحاول أن لا يلعب طوال المباراة وهو متراجعا للخلف. هذه كرة لمايلسون، الكرة مع مايلسون، بتعود الكرة في منتصف الملعب لجارديل، كنترول وسيطرة، الكرة ما زالت معه، بتعود مرة أخرى للخلف لصالح النادي العربي. نقل كرة أقصى الجهة اليمين، محاولة مستمرة لكن الكرة بتعود مرة أخرى، ما زالت قائمة للنادي العربي، والكرة بعد ذلك فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الإخريطيات. خطأ يحتسب بعد التدخل في هذه الكرة. سلامات إن شاء الله للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب، إن شاء الله يقوم بالسلامة ويكمل مع زملاء هذه المباراة في شوطها الأول. لعب اللي كان ساقط على أرضية الملعب. لدينا الآن خطأ لصالح نادي الإخريطيات. إذن النتيجة المسجلة والواضح أمامك عزيزي المشاهد، يتقدم النادي العربي بهدف مقابل لا شيء. الكرة بتلعب للأمام، أحمد إبراهيم بيخلص، عادت مجددا جارديل الذي
يقوم بأدوار كثيرة في وسط ملعب المباراة، واللاعب الذي يعتبر أحد أهم مفاتيح اللعب في النادي العربي. تمريرة مدير عبد ربه، الكرة بتعود مرة أخرى، محمد صلاح النيل في منتصف ملعب المباراة، عبد الله معرفي يعيد الكرة للخلف لأحمد إبراهيم في منتصف الملعب، مايلسون كل الكرات من هذه الجهة، كل الكرات من هذا المكان، محمد صلاح النيل يبحث عن المرور، الكرة ما زالت معه بمر، لكن التمريرة لم تكن بالشكل الصحيح ولم تصل، وبالتالي الكرة بعد ذلك أبعدت وتحولت إلى رمية تماس. ماذا عساه أن يفعل السيد نصيف البياوي؟ الخسارة الثالثة على التوالي إن أتت اليوم في الجولة الثالثة بالنسبة لنادي الإخريطيات، فهذا يعني هي هذا الموسم، هذه أسوأ بداية للخريطيات في دور النجوم منذ موسم 2010-2011. هي آخر مرة لم ينجح فيها الخريطيات من تحقيق أي نقطة بعد أول جولتين. خسارة في المباراة الأولى من قطر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وخسارة ثانية من العرب 2-0 في ذلك الموسم، في موسم 2010-2011. والآن ووصولا إلى الدقيقة 18 من زمن هذا الشوط الأول من المباراة، ما زال الإخريطيات متأخر في النتيجة، وبالتالي يجب عليه أن ينتفض في هذا المساء، ويجب عليه أن يقدم كل ما لديه في هذه المباراة، لأن مسألة الخسارة في أول ثلاث جولات من عمر بطولة الدوري يعني بكل تأكيد ستضع الفريق في وضعية غير جيدة، وستدخل في دوامة حاتي في مسألة البقاء أو المغادرة في الموسم القادم. وحتى وإن كنا نتحدث عن الجولات الأولى في بطولة الدوري، وحتى إن كان في عمر الدوري بقية وما زالت يعني الوقت طويل والفترة طويلة، لكن يجب عليك أن تفوز، يجب عليك أن تنتصر، يجب عليك أن تحقق الثلاث النقاط الأولى. لكن اليوم يعني ما جت على حظهم نادي الإخريطيات. المباراة أتت أمام العربي، والعربي قادم من خسارة كبيرة، وبالتالي مباراة تعويض لا محالة، ومباراة ظهور أداء ونتيجة. خطأ يحتسب لصالح النادي العربي، هذا هو لازار اللاعب الذي لم نشاهده يشكل أي خطورة مع مرور أول 19 دقيقة في عمر المباراة في شوطها الأول. محمد صلاح النيل، كرة بتلعب للأمام، تعود مرة أخرى، جارديل بيسيطر على كرته، بيحاول يمر، يتقدم، لمسة للأمام، عادت مجددا في منتصف الملعب، مدير عبد ربه أقصى الجهة اليسرى، بعيدها، ما زال التراجع مستمر من جانب لاعبي نادي الإخريطيات، وما زالت الأفضلية في النتيجة وفي الأداء للنادي العربي. الكرة لجارديل، كل الكرات يجب بأن تمر من بين أقدامه، هو المفتاح، هو صاحب القرار الأول والأخير في وسط ملعب المباراة، وبالتالي دوره كبير جدا. يعني كل ما استعصت الأمور على لاعبي النادي العربي، كل التمريرات، شوف كم مرة عادت الكرة لجارديل، لكن هذه المرة تبعد من أمام لازار، والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الإخريطيات. يعتذر جارديل، اللاعب الذي رغم أنه هنالك في البرازيل لم يلعب لأندية كبيرة، ويعني كساو باولو وكفلامينغو وكسانتوس، لكن يبقى لاعب مهم جدا في خط وسط ملعب المباراة بالنسبة للنادي العربي. خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح نادي الإخريطيات الذي لم يشكل أي خطورة تذكر في أول 21 دقيقة من عمر المباراة. كرة بتلعب، بتعود للخلف، في منتصف الملعب محمد سلام، الكرة معاه، تبعد من أمامه، اللاعب اللي سبق له طبعا وان تواجد مع نادي المرخية في فترة من الفترات. خطأ يحتسب لصالح نادي الإخريطيات، هذه الإعادة للخطأ،
الكرة بتعود للخلف لمحمد صلاح النيل، نقل كرة للأمام لكن لم تصل. علي فايز بيسيطر بيمرر كرة، هذه انطلاقة ومحاولة لصالح الخريطي، ياخذ وهات كرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة. الأزهر بيسدد لكن مسعود زراعي في مرماه يتمكن من أن يوقف أول محاولة صريحة للأزهر، أول كرة يتجرأ فيها نادي الخريطيات ويهدد مرمى النادي العربي، لكن التسديدة لم تكن بالشكل المطلوب ولم تكن بتلك القوة، وبالتالي لم يجد مسعود زراعي أي صعوبة في أن يوقفها. كرة بتلعب، أحمد النحوي بيعيد الكرة للخلف عند أحمد فتحي، كرة في منتصف ملعب المباراة، كرة ترسل للأمام، إيرازالا بيحاول الكرة معه، يبحث عن التقدم والمرور لكن الكرة تبعد من أمامه، بتعود مرة أخرى مرتدة لصالح الخريطيات، كرة ومحاولة ضغط على حامل الكرة، بالتالي استخلاص الكرة من أمامه لتعود عربوية مجددا. القلعة التاريخية الكبيرة نادي الشعب، قلعة الأحلام التي يتذكر الجميع ويدرك الجميع بأن اللقب الأخير وآخر مرة، آخر مرة العربي حقق بطولة في 2011، بطولة كأس الشيخ جاسم مع البرازيلي باولو سيلاس بيريرا في ذلك الوقت منذ 2011، لكن الغياب على مستوى بطولة الدوري، نتحدث عن آخر بطولة دوري في عام 97، غياب كبير جدا. وبالتالي حينما يمر الفريق الكبير والفريق الذي دائما ما كان يصنع الفارق، لابد أن يتكاتف الجميع ولابد أن يقف الجميع وقفة رجل واحد من أجل أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. السيد لوكا اللي كان واضح أمامك في حديث مع مساعدة، ولدينا خطأ لصالح النادي العربي. جارديل يرسل كرة للأمام عالية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخريطيات. هذا هو طبعا اللاعب أريزالا، وهو طبعا لاعب بهذه البنية الجسمانية بهذه القوة، لاعب يعتمد عليه في الكرات العالية في الكرات العرضية في الكرات الطويلة، ولاعب أيضا يمتلك سرعة، وبالتالي باعتقادي بأن تسجيل أول أهداف النادي العربي في هذا الموسم في مرمى الخور بعد ذلك غاب طبعا كما ذكرت في المباراة السابقة، يعود في هذه المباراة، والعودة يتمناها بأن تكون بالشكل المنتظر. اللاعب الكولومبي، كرة بتلعب في منتصف ملعب المباراة، الكرة بتعود للخلف، لا توجد أي ردة فعل، لا توجد أي ردة فعل من جانب نادي الخريطيات حتى الآن، وصولا إلى الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول. كرة في الجهة اليسرى ترسل للأمام، الكرة تبعد، عادت للخلف، أحمد إبراهيم النحوي، كرة للأمام، الكرة بتعود، محمد صلاح النيل يبحث عن المرور لكنه يسقط، يسقط ويكسب خطأ. الآن أخذ مكان مايلسون محمد صلاح النيل على عكس ما كانت بدايته في هذه المباراة، وبالتالي أصبح الآن مايلسون هو كجناح يمين، وهو اللاعب الذي يعني بتعليمات أكيد من السيد لوكا من أجل أن يعطي إضافة للجهة اليمين اللاعب مايلسون. كرة بتلعب في منتصف ملعب المباراة، طبعا يوم الغد لدينا مباراتين وقمتين في الانتظار في بطولة دوري نجوم كيوان بي، نتحدث عن مباراة السد والغرافة والريان وإدحيل في ختام الجولة الثالثة لبطولة دوري نجوم كيوان بي لهذا الموسم. الكرة بتعود للخلف، أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يرسل كرة لكن تمريرة خاطئة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لصالح
الخريطيات. حلحول بيعيد الكرة للخلف، لكن حتى الآن ما في حل، ما في حل من جانب نادي الخريطيات، ما في حل للعودة للمباراة، ما في حل لتعديل النتيجة، ما في حتى تشكيل خطورة على مرمى النادي العربي باستثناء كرة لازار في الدقائق القليلة الماضية. كرة بتلعب للأمام، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، رمية التماس لصالح نادي الخريطيات. كرة بتلعب أقصى اللاجئات اليسرى، محاولة ما زالت مستمرة وقائمة، لكن الكرة عدت وتحولت بعد ذلك إلى رمية تماس لصالح النادي العربي. رمية تماس لصالح النادي العربي منذ هدف مشعل الشمري في مباراة الجولة الأخيرة أمام السد للخريطيات، المباراة اللي انتهت بنتيجة 9-1، ذلك آخر هدف للخريطيات في دوري نجوم كيو أم بي في الموسم الماضي. الآن نحن في الجولة الثالثة من هذا الموسم. مرتدة للعربي، تمريرة خاطئة بتعود الكرة في منتصف ملعب المباراة لصالح نادي الخريطيات، انطلاقة وتقدم، كرة في الجهة اليسرى، لازار بيحاول يرسل كرة لكن الراسية والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية. أحمد كحيل هو اللي حاول، اللاعب طبعا اللي كان متواجد في الموسم الماضي مع نادي الوكرة، وبلا شك هو إضافة في خط، يعني يعطي الإضافة بالخط الأمامي، وبالتالي الكرة التي تتحول إلى ضربة ركنية في هذه اللحظات لصالح نادي الخريطيات الذي يحاول، هي الثاني ضربة ركنية في هذا الشوط الأول من المباراة. كرة تلعب عرضية من لازار، بتعود مجددا، المدرب التونسي الثالث في تاريخ الخريطيات بعد لطفي البنزرتي وأحمد العجلاني، والمدرب العربي السادس في تاريخ النادي ككل، وهو اللي كان متواجد طبعا في الموسم الماضي مع نادي الخور. الكرة بتعود عربوية، جارديل نقلة في الجهة اليمين، ينتصف شوط المباراة الأول وصولا إلى الدقيقة 30، والنتيجة هي تقدم النادي العربي بهدف مقابل لا شيء. الكرة بتلعب، بتعود للخلف، لمسة للأمام لم تصل بالشكل الصحيح، عادت عربوية في الجهة اليمين، عرضية عالية لكن الكرة تبعد من أمام محمد صلاح النيل، والكرة مرتدة لصالح نادي الخريطيات، لمسة للأمام وما زال الحل غائبا، ما زال الحل غائبا بالنسبة لهم. والعربي بكل تأكيد طموحه هو الوصول لثاني أهداف المباراة في هذا اللقاء. مايلسون يتقدم البرازيلي، لكن الكرة طالت وعدت على مايلسون. يعني اللاعب البرازيلي أينما ذهب هو إضافة، لكن في بعض اللاعبين البرازيليين لما تشوفه تبدأ بين الشك واليقين، برازيلي ولا ما هو برازيلي يعني. وهنا لا أقصد مايلسون، لكن هنالك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين البرازيليين خاصة في بطولات الدوري هنا في المنطقة، يعني تشاهد تقول مستحيل هذا برازيلي، لأن اللاعب البرازيلي دائما ما يكون مؤثر ويكون إضافة، واللاعب اللي يقلب الطاولة، اللاعب اللي يعطيك بطولة، يجيب لك لقب، يجيب لك ذهب. رمية تماس للخريطيات، الكرة بتلعب في الجهة اليمين، بتعود الكرة للخلف، محمد عبد الرب، الكرة معاه محمد عبد الرب 29 سنة، لاعب اللي سبق طبعا له أن تواجد مع السد وتواجد مع الجيش. الكرة بتلعب للأمام لكن لا توجد متابعة، والكرة سهلة وصلت عند مسعود زراعي. باعتقادي بأن الاستمرارية بهذا الأداء والاستمرارية بهذه الصورة تعني بأن العربي سيضيف هدف ثاني في الدقائق القليلة الماضية من عمر هذه، في الدقائق القليلة القادمة من عمر هذه المباراة، لأن في الدقائق الماضية ما شاهدناه ردة فعل الخريطيات. كرة بتلعب، تعود مرة أخرى،
انطلاقة وكرة مرتدة. لازار وحيدا يتقدم، وحيدا يحاول، وحيدا يصنع هذه فرصة وتقدم، والكرة فيها خطأ يحتسب من هذا المكان، خطأ يحتسب للاعب رقم 29 اللي هو عبد الهادي اللاعب المغربي القادم من المغرب الفاسي، كان ضمن التشكيل، كان ضمن تشكيلة المغرب الفاسي منذ 2010 حتى 2014، وساهم في حصول النادي على الثلاثية التاريخية في موسم 2011-2012. اللاعب الذي يعني يتمنى بكل تأكيد أن يدخل في أجواء منافسات بطولة الدوري بدءا وانطلاقا من هذه المباراة، ولا شك بأن تواجد لازار خلفه يعطيه الدافع لتقديم ما هو أفضل من خلال الجولات القادمة. لدينا خطأ من مسافة بعيدة، هذه كرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول للمباراة. علي فايز عند قدم قوية، وسجل في مرات عديدة العراقي، نشاهد ونتابع هل يتمكن من أن يفعلها ويعدل النتيجة للخرطيات في هذه اللحظات. ننتظر ونتابع في كرة من هذا المكان. علي فايز يتقدم، علي فايز بيسدد كرة، لكن الكرة تصطدم في حائط الصد، والكرة تعود مرة أخرى. الخرطيات في حالة هجوم، في حالة تقدم، لكن الكرة تبعى بشكل ممتاز من أحمد إبراهيم. ما زالت لازار الذي بدأ يتحرك، فبدأت تظهر الخطورة معه من جانب نادي الخرطيات. العربي يتراجع في تراجع غير مبرر في اللحظات القليلة الماضية. هذه هي الكرة والتسديدة من المسافة البعيدة اللي اصطدمت في اللاعب البرازيلي مايلسون. الكرة بتعود للخلف، نقلة في الجهة اليمين، تمريرة وكرة عرضية عالية لكن تبعد، تعود مجددا، يبحثون عن العودة، يبحثون عن التعادل، يبحثون عن كرة الواحد واحد. الكرة لعلي فايز مجددا، لكن هذه المرة تسديدة ضعيفة جدا، والكرة سهلة عند حارس المرمى مسعود زراعي، واحد من أكبر الحراس المتواجدين عمرا وقدرا. و يعني من شاهد مباريات العربي في الموسم الماضي تشعر بالغيرة الكبيرة على الـ على الـ على القميص اللي يرتديه مسعود زراعي. هذا الحارس الذي بكل تأكيد يجب بأن يتحلى العشرة لاعبين الموجودين بالإضافة إليه في النادي العربي بنفس الروح، بنفس العزيمة، بنفس الإصرار، بنفس الرغبة، الانتماء بكل تأكيد والإحساس بالمسؤولية. ذلك من الأمور المهمة جدا في لاعب كرة القدم. الكرة بتلعب في منتصف ملعب المباراة، محمد عبد الرب يرسل كرة لأحمد كحيل، بيحاول لكن الكرة تبعد، الكرة تبعد، والكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس، إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس. هذا هو لوك العربوية، ترى يعني الوضع أبدا مش عجبهم يا لوك، وبالتالي أوكي ممكن تفوز اليوم في هذه المباراة، ممكن تحصل على 3 نقاط، لكن في الجولات القادمة ينتظرون أداء ونتيجة وروح في أرضية الملعب، وهذا حقهم. لأن لما تنظر لي صفحات التاريخ في هذا النادي تجد بأنه لم يقدم فقط يعني أفضل اللاعبين على مستوى الكرة القطرية فحسب في سنوات العز، بل حتى إداريين وحتى مدربين. لذلك ما هو قادم أصعب بالنسبة للنادي العربي. رمية التماس لصالح الخرطيات، الكرة بتلعب، الكرة تعود في الجهة اليمين، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس بعد أن طالت على اللاعب معتز ماجد.
اللاعب القادم على سبيل الإعارة من نادي قطر لمدة موسم، اللاعب الشاب اللي عنده 22 سنة. ولدينا صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن مدير عبد ربه، ساقط على أرضية الملعب، إن شاء الله يقوم بالسلامة. ونحن نصل مع حضراتكم أحبتي الكرام مشاهدين أينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية إلى الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. عربي تمكن من أن يترجم سيطرته في الدقائق الأولى من عمر المباراة ويستثمر عدم تمركز سليم لمدافعي الإخريطيات، وبالتالي يصل لأول أهدافه في هذه المباراة. الكرة إلى رمية التماس، هل تسير الأمور في هذه المباراة في شوطها الأول، وهل ينتهي هذا الشوط الأول بنفس النتيجة المسجلة بنتيجة 1-0، أم أن هنالك مجال لمضاعفة هذا التقدم أو عودة الإخريطيات في الدقائق القادمة؟ تفاصيل سيكشف عنها في الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط الأول. الكرة ملعوبة، خطأ يحتسب لصالح نادي الإخريطيات. هذا هو علي فايز، أول موسم للاعب السابق لنادي لأندية الكرخ وأربيل والشرطة هنالك في العراق، ومع منتخب أسود الرافدين كان ثاني آسيا على مستوى الشباب في 2012، وعلى مستوى كأس العالم للشباب في كندا كان رابعا مع أسود الرافدين علي فايز. كرة ملعوبة، أحمد كحيل في منتصف ملعب المباراة، كنترول فتمرير لكن التمريرة خاطئة، والكرة إلى رمية التماس تحولت، ولدينا على ما يبدو لي أول تبديل في المباراة. مدير عبد ربه صاحب هدف المباراة هو من سيترك أرضية الملعب، واللاعب البديل هو محمد عبد الله. إذن تبديل اضطراري للسيد لوكا في هذه المباراة وفي هذا الشوط. سلامات إن شاء الله لمدير عبد ربه. ونحن نصل مع حضراتكم أحبتي الكرام إلى الدقائق الخمس الأخيرة من الوقت الأصلي لزمن أحداث شوط المباراة الأول. إذن تبديل اضطراري من قبل السيد لوكا، تبديل اضطراري من لوكا، والنتيجة تشير إلى 1-0 للنادي العربي، ما زال هدفا واحدا فقط لدينا كمحصلة في النتيجة في هذا اللقاء. لم نشاهد الأداء المنتظر حقيقة في الشوط الأول. لدينا كرة الآن في الجهة اليمين، عبد الهادي، أحمد كحيل، لمسة للأمام، عبد الهادي يرسل كرة، هذه خطيرة لو وصلت للازار يسقط على أرضية الملعب، مطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة السيد عبد الله العذبة كان قريبا جدا، وبالتالي يرى بأن الكرة ما كان فيها شيء، بتعود مرة أخرى في منتصف الملعب. الارتداد الذي من المفترض بأن يكون ارتداد سريع في الكرة المرتدة لم نشاهد ذلك، وبالتالي الكرة عادت مرة أخرى للخلف و إبعاد بهذه الطريقة في مبدأ الأمان لتصل لحارس مرمى الإخريطيات أحمد سفيان. كرة بتعود للخلف، كرة ملعوبة، محمد سلام الذي يعود كقلب دفاع بتواجد طبعا علي فايز الآن في وسط الدفاع. الكرة تصل إليه بمررها في الجهة اليسرى، عادت مجددا للخلف، الكرة لمحمد عبد الرب في منتصف ملعب المباراة. محمد عبد الرب بيمرر، أحمد كحيل، خريطيات يحاول أن يعدل النتيجة قبل نهاية أحداث هذا الشوط الأول من المباراة لكنه غير قادر على ذلك حتى الآن. كرة للأمام ترسل، هذه انطلاقة وتمريره، كحيل في اليمين يرسل كره عرضيه والكره تبعد، وصلت للازار بدون متابعه، تبعد من امامه لتعود مره اخرى. مايلسون خطفها البرازيلي واذا خطفها البرازيلي يعني جول. لا 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 لا، ليس بهذه
الطريقة. انت سويت الأصعب يا مايلسون، الأصعب سويته وخطفت الكرة وانطلقت وتقدمت، لكن حاول أن يستعرض، حاول أن يسجل هدف على طريقته الخاصة، ما ضبطت معه، ما مشت معه، وبالتالي الكرة ضاعت وفرصة الهدف الثاني ضاعت على مايلسون. الكرة ملعوبة لكنه لاعب مزعج في المقدمة بالنسبة لدفاعات الفريق الخصم. الكرة لعلي فايز، نقلة في الجهة اليسرى لصالح نادي الإخريطيات، لمسة للأمام وكرة تصل في منتصف ملعب المباراة. بتعود الكرة في الجهة اليمين، انطلاقة وكرة عرضية لكن تبعد لزار، بيحاول والكرة فيها خطأ من هذا المكان. مايلسون هذا هو. اللاعب القادم من نادي كريسوما احد اندية الدرجة الثانية هنالك في البرازيل. وهذه الكرة اللي احتسب فيها خطأ، شوف الانطلاقة والتقدم والمرور، يعني كان عند الحل ان يضع الكرة بكل سهولة عند لمسة اللاعب الهداف، ولكن حاول انه يضعها ويتفلسف نوعا ما، وبالتالي الكرة ضاعت والكرة عادت الان لخطأ يحتسب لصالح نادي الإخريطيات. خطأ الإخريطيات من هذا المكان، و على التنفيذ محمد عبد الرب. ولدينا ايضا علي فايز، هذه المرة يا علي فايز اقرب من المكان اللي احتسب فيه اخر خطأ، هذه المرة اقرب لكن نشوف يتعامل معها بالشكل الصحيح، يضعها، يعدل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين. نشاهد وننتظر ونتابع أم يتركها لمحمد عبد الرب. يتقدم كرة والكرة مرت بجوار القائم اليمين، مرت بجوار القائم اليمين كرة محمد عبد الرب، والكرة تحولت إلى ركلة مرمى بعد ذلك. شوف التوجيهات والتعليمات من حارس المرمى مسعود زراعي، لكن الكرة التي مرت بجانب القائم اليمين والكرة التي تحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى. شوط أول فنيا ليس بذلك المستوى الكبير، ننتظر ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني بلا شك. ركلة مرمى للنادي العربي، الكرة بتلعب محمد صلاح النيل، تبعد من أمامه، عادت مجددا لمحمد عبد الرب، للخلف محمد سلام، للازار، تبعد من امام لازار، مايلسون يخطفها، يعود للانطلاقة بمر الكرة الأمام أحمد فتحي، البحث عن الكرة العرضية العالية التي تصل في مكان ممتاز، لكن المتابعة ليس بالشكل الصحيح، هذه مرتدة، انطلاقة سريعة، يبحثون عن لازار لكن وحيدا، إيد واحدة ما تصفق، لن يتمكن من أن يغير نتيجة واقع هذه المباراة، لازار وحيدا يحتاج المساندة في خط المقدمة، رمية التماس، كرة ملعوبة تبعد، تعود مجددا في منتصف الملعب، يبعد من مايلسون، عادت لجورديل الذي اختفى في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول من المباراة، على عكس ما كان عليه الوضع في الدقائق واللحظات الأولى من عمر هذا الشوط الأول من المباراة. بتعود مجددا جورديل، كرة وانطلاقة وتقدم للنادي العربي، محاولة مايلسون في اليمين وكرة بطريقة غريبة جدا، الكرة تحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي الإخريطيات، تنفذ بشكل سريع الكرة المرتدة والانطلاقة في منتصف الملعب، الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس تحولت. دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع لشوط المباراة الأول. نصيف البياوي يبدو بأنه يتمنى ويمني النفس بأن يتمكن فريقه من أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط. كرة للأمام، ما زالت محاولة مستمرة قائمة، خروج حارس المرمى والكرة إلى ضربة ركنية تحولت لصالح النادي العربي، ركنية لصالح النادي العربي. شوف خروج حارس المرمى، هل فعل اللازم؟ هل قام بتصرف صحيح؟
لأنه يكسب من خلال الكرة والمحاولة الأخيرة الآن النادي العربي ضربة ركنية. ركنية جارديل على تنفيذ الضربة الركنية لصالح النادي العربي قبل النهاية بدقيقة، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة. هل يضاعف النادي العربي التقدم؟ نشاهد ونتابع. جارديل يرسل كرة، حارس المرمى يتمكن من إبعادها وخطأ يحتسب، وتأتي في هذه اللحظات صافرة السيد عبد الله العدبه لتعلن عن نهاية الشوط المباراة الأول بتقدم النادي العربي بهدف مقابل لا شيء على الخريطية. تحبت الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، استراحة قصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة، بعد ذلك أعود وألتقي بحضراتكم. لذلك الحين تقبلوا تحياتي، محدثكم سمير اليعقوبي، الصوت والصورة ستعود الكباتن في الاستوديو التحليلي. سمير اليعقوبي، اذا الشوط الاول انتهى بتقدم العرايب بهدف وحيد، هدف اتى عن طريق الظهير الايسر مدير عبد الرب بالدقيقه 14 من ركنيه سدده محمد صلاح. ما في يعني ما راح يسجل المدير بحياته اسهل من هدف، اللي ايضا خرج مصاب هو مع احمد الحيفي. الشوط الاول شاهد تبديلين لكل فريق، تبديلين طبعا اضطراريين، لكن شاهدنا في بداية المباراة خلنا نقول حتى النص ساعة، لأن النص ساعة على 35 دقيقة ردة فعل جيدة من العربي. صحيح، هو بشار الإمكانيات الموجودة لدى لعيبة نادي العربي أفضل بكثير من إمكانيات نادي الإخريطيات. المباراة العربي لعب المباراة بأفضلية في الشوط الأول وحاول أنه يعني يخلص فرص موجودة بالنسبة للتهديف. طبعا الهدف اللي سجله من كرة ثابتة، هناك يمكن فرصة ثانية كانت موجودة بالنسبة للعربي، كان ممكن أن تكون هدف ثاني موجود. لكن هل أداء مقنع؟ هل أداء في معالجة موجودة بالنسبة للأخطاء السابقة؟ هو أنا بشكل معك عام أدى بشكل جيد؟ تتكلم يعني أنت قبل الاستوديو تكلمت عن كل فريق شنو يبي هذا الموسم. صحيح، الآن العربي خلنا نقول شنو يبي اليوم. اليوم يبي يطلع من الحالة اللي هو فيها، يكسب ثلاث نقاط بالضبط. موضوع الأداء وموضوع الشكل الفريق بالأسابيع القادمة، الآن هو يعني ما يهمه شكل الفريق، ما يهمه الأداء كثر ما يهمه أنه يخرج من الحالة اللي هو صحيح أنك تخرج من المباراة بثلاث نقاط، بس تخرج من المباراة بدون أداء، تخرج من المباراة من دون حالة تنظيمية في أرض الملعب، تخرج من المباراة من دون معالجة للأخطاء السابقة، حتى في ظل فريق الصراحة المتواضع جداً نادي الاخريطيات، وصل للمرمى، وصل للمرمى العربي. العربي من وسط الملعب في خط الدفاع عنده ضعف كبير في حالة التنظيم الموجود، سواء كانت على المستوى الفردي او سواء كانت على المستوى الجماعي. العربي اللاعب طبعا اللي هو الرقم 20 اللي هو فرانكو من اللعيبة الجيدين، اللي يمتلك السرعة، يمتلك المهارة، يمتلك التسديد بشكل جدا جيد. هاي مع بداية المباراة كانت يمكن أول دقيقة ولا ثاني دقيقة كانت من إحدى المحاولات. كذلك عنده السرعة الموجودة بالنسبة للاعب اللي هو 23 لاعب، هذا اللاعب سريع مهاري ممكن يستقل بشكل جدا ممتاز في حالة الهجوم. عنده اللاعبين يخلقون للفارق، حتى اللاعب رقم 10 لما نتكلم عنه اللي هو دييغو ترى لاعب جيد، مو اي بس يعني صح انا معك، لكن المهاجم اللي هو فرانكو اعتقد المهاجم السريع انا يعني مو مستغل،
لان اللعب دائما على الاطراف، وهو مو لاعب راس حربة تقليدي، مو لاعب اللي عنده يعني محطة وجسم وهد، لا لاعب سريع. نعم. فاعتقد بهالحالة العربي يحتاج مهاجم ويلعب فرانكو على الاطراف، راح يكون عنده طرفين اسراع جدا. هو او في المقابل، انا اتفق معك بشار، او في المقابل اني استقل سرعة هذا اللاعب في اللعب في المساحات. ما استقل. يعني بس ما هو ما استقل، هو اللاعب اللي دائما على الاطراف كان صار صار, صار صار ينزل لارض الملعب يستلم ويحول لعبة يعني بالحلول الفردية الموجودة بالنسبة له. ليش؟ لأن بالأساس ما في ممرر بشكل جيد موجود في العربي، حتى تناقله واحتفاظه بالكرة مش موجود في وسط الملعب، بما أن اللاعب رقم 10 ترى لاعب ممتاز جدا، لكن التنظيم مهم بشار في أرض الملعب. لما تكلمنا في البداية نقول قلنا ثلاث نقاط، أوكي حلو ثلاث نقاط حلو تأخذها، بس حلو تظهر انت منظم في ارض الملعب، حلو انت كمدرب يعني توضع استراتيجيتك بالنسبه للفريق بشكل واضح حتى تقدر للمباريات يعني تنتقل، لان احنا نقول الان المباريات الاعداديه هي ثلاث مباريات، هذه ما زال الفريق مش في جاهزيته الكامله، لكن يجب على كل مدرب بعد ثلاث مباريات ان يعرف نقاط الضعف عنده ونقاط القوه كيف يستغلها والضعف كيف يعالجه. يمكن بسبب ان الموسم بدا مبكر. صحيح. يعني انا امس كان في حديث مع ما شاء الله كان يشتكي من موضوع ان فتره الاعداد ما كانت كافيه للمدربين للاعبين، فانت مثل ما قلت يمكن هذه المباراه الدوري اللي قاعد نشوفها كانها مباراه استكشافيه للمدربين. على فكره غيرك المعلم بشار في هذا الموضوع، اليوم الاجواء في الملعب هنا احنا مكيفين 19 درجه، حتى انت ما يكرب السامع جوتي اليوم لابس، فالعمليه بالنسبه لك الجو حلو زين، اوكي الفتره الاسبوعيه لما تتدرب في الاجواء اللي موجوده عندك في الملاعب عندك من دون مكيف. صح. ما راح يطلع 100%. لا متعبه للاخر، الان هذه المرحله متعبه للاخر، الناس تقول لك لا اللعيبه والله تلعب في جو حلو. الموضوع مو 90 دقيقه بس، 90 دقيقه بتلعبني هناك وانت ذابحني في الـ في الـ في الـ هناك، حتى التمرين جرعه التمرين حتى المدربين، احنا ليش خلينا نتكلم بشكل عام المدربين، حتى ليش حتى المدرب اللاعب ما يعطي التمرين 100%، ما عنده قدره بدنيه. ليش المعسكرات احنا المدربين ياخذونها في بدايه المعسكرات في مناطق بارده حتى يعمل لك اقل حاجه ثلاث جرعات من التمارين في اليوم الواحد ليستقبل الجسم، العضله تستقبل حر، انت مهني من لو تلف لك لفتين على الملعب خلاص العضله فقدت الاكسجين اللي داخل وصارت معرضه للاصابه اصلا الموجود بالنسبه لها. لهذا السبب انت اليوم تقول لا احنا نقلناها لملاعب مكيفه، زين تعال يوم ترى الملاعب المكيفه بالنسبه للاعب غير كافيه على مرحله الاعداد، اذا كان الموعد الزمني اليوم من بدايه الدوري في هذا الوقت ليكون اللاعب في جاهزيته يحتاج وقت أطول في المباريات حتى يكون جاهز. هذا السبب أنت بتشوف بالنسبة للفرق في فروقات عالية بتبين الإصابات بعد نشوف والإصابات اليوم هاي إصابتين موجودة الأخرطيات. خلنا ننتقل إلى الحالة اللي شفناها في الشوط الأول اللي كانت واضحة، أعتقد حتى يعني تكلم عنها سمير يعقوب العربي، تركيز الفريق على جهة اليسار في البداية. ليش أول شيء ليش كحيل في جهه اليسار ما كان يتراجع للتغطيه زين، في المقابل بقول لك انا نقطه، معتز دائما واحد بواحد، معتز اللي هو البسطاوي هو اللاعب اللي تحت 23 سنه، لاعب حتى بنيته الجسمانيه غير يعني ما في خبره، ما في خبره، صغير الجسم مليان، انت لو تلاحظ عنده بالنسبه له لمركز الظهير في المركز الظهير السرعة الموجودة عند اللاعب 23 بالنسبة للعربة ما يسلون سريع جدا، لما ينتقل في هذه المنطقة سهل جدا ان يتراوغ، سهل جدا، لكن المشكلة الأساسية ان احمد كحيل مو قاعد يلعب، لأن ما في زين. لحظة بشار، هنا احنا لما نتكلم نقول عن شغل المدربين، هذا عمل مدرب مش عمل لاعب، انت تقول لي ارجع لازم ترجع تغطي اللي هو معتز، انا غصبا علي راح ارجع ولا، وبعدين زياده على هذا حتى اللاعب هو معتز نفسه المفروض يكلم هذا، يعني هذا الهدف انت خلي من ضربه ركنيه من ركنيه من يعني، وحتى التغطيه شوف يعني من بعد ما لعبه الركنيه يفترض الان الدفاع ان يخرج، ما زال المدافع هناك موجود اللي عند القائد، هذه المشكله الازليه عينهم دائما كل طالع الكوره ويترك زين. في المقابل من اليوم دفاع نادي الاخرطيات في اي جهه؟ في جهه المدرب اللي هو البياوي صح؟ صح.
الجهه عنده الجهه اليوم الضعيفه الجهه اللي جالسه عنده على الخط يشوفها كي عند الخط يا فلان وقف يا كحيل ارجع انزين شفت اذا انا ما اعطيت تعليمات بالشوط الاول بحيث اني انا تارك بالاساس اثنين او ثلاثه مهاجمين في الامام وتارك ثلاثه في وسط الملعب وشفت هذه الجهه هي المفعله الموجوده بالنسبه للعربي ما اعطي تعليمات تتغير عندي اللي هو التكتيك الموجود بالنسبه لي انا صراحه ما زالت عندي علامات استفهام بالنسبه لكن الان ما تقدر تتكلم عنها لانها بعد اقول بدري انا لليوم رحم المدربين لكن الله يعينهم وياي كذي رحمهم اي للحين انا وسهلا فيكم مره ثانيه تكلم بشكل سريع قبل نزول الفريقين عن الشوط الثاني هجوميا الخريطيات ما عدا لازار جهه اليسار غايب تماما لا احمد كحيل لا المحترف اللي هو عبد الهادي الحلحول المحترف راس الحربه يعني قاعد نشوف الحين ديبه ممكن نزوله يغير شكل الفريق لكن هجوميا غايب ديبه ممكن بيستغل الكرات الثابته ممكن يحاور ويسدد على المرمى اليوم بيكون خطر بس انا انطر فريق اليوم هاي ثلاث مباريات اللي ما سجل صح؟ ما سجل مباراتين ونص صراحه لو انزلك انا بشار اليوم راس حربه افضل من عبد الهادي لا يعني انا احب الاخريطيات واحب المجموعه الاداريه الموجوده فيه برئاسه رئيس النادي احبها بس صراحه اليوم عبد الهادي ما قاعد يضيف لك اي حاجه في ارض الملعب هاي لاعب صح اتفق اللاعب الثاني ماريوس اللي هو رقم 11 لازار ايوه ماريوس هاي ابوه ما يجده ماريوس الظاهر الجهه اليسرى لا قاعد يفعلها لي بجهه الهجوم، لا قاعد يفعلها بتسديد من خارج منطقه الجزاء، لا قاعد يمرر لي بشكل جيد، زين اذا اثنين محترفين مش متواجدين. انت 90 دقيقة ما هي 45 دقيقة اليوم تعد بالنسبة لك المباراة الثالثة ما قاعد تسجل هدف. مسعود عفوا محمد لازار يعني لما هو يدري انه قبل اربع ايام خمس ايام كان بيبون لاعب مكانه. صحيح. وما يبوا اللاعب لانه صارت مشكله مع اللاعب مو عشان هم مقتنعين فيه صحيح فنفسيا اللاعب شلون عيل انا بقول لك شيء بشار انا الاختيار هل يعقل اني اختار لي لاعب ويجي وياي لمعسكر ويلعب وياي لمباراتين من دوري وانا اعرف ان هذا مستواه واخليه انا ولا اجيبه بالاساس من الاساس اجيبه ما اجيبه ليش انا احنا بروحنا هو مو جايبه من برا يبقى مستيليه يعني اي ما عليه بس انا وشايفه في المباريات انا الان لما اجي وانا اعاني من الناحيه الماديه المعاناه الموجوده بالنسبه للانديه اليوم ليش اكلف نفسي على يعني اجيب لي لاعب اقل حاجه اليوم حتى بالمبالغ القليله بس ممكن تكون لك رؤيه جيده من جهاز فني من هذا يجيب لك لاعب بشكل جيد يعينك يساعدك بس هذا اللاعب صراحه لا هو ولا راس الحربه انا نصيحتي اذا لرئيس النادي نادي الاخريطيات تلاحق الوقت شو يقول ذاك الشاعر يقول حاسب الوقت لا تحاسبني انا الوقت الان المحاسب فيه انت كرئيس نادي خلنا قبل لا نروح لسمير نشوف احصائيات الشوط الاول استحواذ طبعا كان بشكل كبير للعربي مثل ما راح نشوف الان 59 مقابل 41% الركنيات 3-2 العربي طاقات صفراء 2-1 ايضا على العربي التسديدات 5 تسديدات العربي واحد منهم على المرمى 3 تسديدات للخريطيات واحده منهم على المرمى تخوض طبعا فريقين والحكام ارض الملعب نلتقي فيكم ان شاء الله بعد المباراه الان معكم سمير يعقوب شكرا للكباتن كابتن خالد سلمان كابتن بشار عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي انساتي سادتي احبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضيه اينما كنتم عوده مجدده مع حضراتكم لشوط المباراه الثاني من لقاء العربي والاخريطيات بعد ان تركنا شوط المباراه الاول لينتهي بتقدم النادي العربي بهدف مقابل لا شيء الهدف اللي سجله مدير عبد رب اللاعب اللي ترك أرضية الملعب في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة شوط أول انتهى بكل ما فيه وشوط ثاني بانتظار أن يبدأ وبانتظار بكل تأكيد أن نشاهد من خلال يعني أداء مختلفا وصورة مختلفة ولدينا تبديل أول أو تبديل ثاني يجري السيد لوكا مع بداية وانطلاقة أحداث هذا الشوط الثاني من المباراة بدخول محمد سالم وبخروج اللاعب ياسين يعقوب على مستوى الظهير اليمين
الذي لم نشاهده في شوط المباراة الأول. شوط ثاني مطلوب الآن من الخرطيات أنه يهاجم ويتقدم من أجل أن يعدل النتيجة مع اللحظات والدقائق الأولى في هذا الشوط. ومطلوب من النادي العربي بلا شك سيسعى أن يسجل هدفا ثانيا وأن يضع نفسه في الأسبقية بهدف ثاني ليؤمن هذا التقدم وليؤمن هذه النتيجة. محاولة وتقدم وكرة أولى وعرضية، لكن الكرة سهلة، الكرة سهلة عند حارس المرمى. الخرطيات بنفس العناصر بنفس الأسماء، لدينا كرة ومحاولة وتسديدة، لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي نادي الخرطيات، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح النادي العربي. الكرة إلى رمية تماس. العربي في الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز السابع برصيد 24 نقطة، فاز في 6، تعادل في 6، وخسر 10 مباريات. وبالنظر إلى من هو اللاعب اللي كان هداف للنادي العربي، تخيل بأنه كاريكاري الذي لم يبدأ في الأساس مع النادي العربي الذي انتقل إليه في الدور الثاني من الموسم الماضي، وبالتالي المسؤولية على الكولومبي في خط المقدمة كبيرة في هذا الموسم وكبيرة من خلال هذه المباراة. ولدينا كرة الآن لصالح الخرطيات، كرة عرضية مرت من أمام الجميع بتعود مرتدة. محمد صلاح النيل لأحمد فتحي في منتصف الملعب لمحمد عبد الرب اللي يتمكن من أن يقطع الطريق. أحمد كحيل عرضية، كرة خطيرة مرت لخرطيات، خطير لزار، بيحاول لزار يبحث عن الزيارة الأولى لكنه في موقف تسلل. هذا هو لزار، لاعب مؤثر في الموسم الماضي مع سيليا، النجم الروماني الواضح أمامك. رومانيا التي لم يعد لها أثر ولا وجود لا على مستوى بطولات أوروبا ولا على مستوى الحضور في المونديال، ونحن نتذكر رومانيا التي قدمت في مونديال 94 في الولايات المتحدة الأسطورة التي تبقى لسنوات طويلة وطويلة، أسطورة رومانيا هاجي النجم الكبير جدا. منذ ذلك الوقت رومانيا تغيب عن التواجد في المحافل الكبرى. كرة ملعوبة لصالح نادي الخرطيات، عادت في منتصف الملعب للخلف. التنظيم والتحضير والبناء والبداية المختلفة في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. الكرة ترسل للأمام لكن الكرة تحولت إلى رمية تماس. التعليمات فيما بين شوطي هذه المباراة من جانب هذا الرجل السيد نصيف البياوي أكيد بأنه طالب لاعبي بالظهور بصورة أفضل في هذا الشوط الثاني في 45 دقيقة القادمة. ومن جانب طبعا السيد لوكا الرجل الذي باعتقادي بأن كل ما يهم في الشوط الثاني من المباراة هو أن يتمكن العربي من أن يظهر بصورة أفضل أداء ونتيجة، وبالتالي أجرى تبديلين يتبقى له تبديل من خلال الدقائق القادمة. الكرة ملعوبة لكن هل تتغير الصورة أم هل يبقى الوضع على ما هو عليه في هذه المباراة؟ نشاهد ننتظر. خطأ يحتسب، المشاك إسمايلسون، المشاك إسمايلسون في خط المقدمة، خطأ ينفذ محمد عبد الرب. الكرة ترسل للأمام، تمريرة والكرة سهلة عند حارس المرمى الحارس مسعود زراعي، لكن الرتم يرتفع في شوط المباراة الثاني من جانب الفريقين، وهذا ما نتمناه من خلال الدقائق القادمة، هذا ما نبحث عنه من خلال الدقائق القادمة ومن خلال هذا الشوط الثاني. محمد صلاح النيل كنترول وسيطرة وتقدم وإعادة الكرة للخلف بطريقة ممتازة بتعود لحارس المرمى مسعود زراعي اللي بدوره يرسلها للأمام ناحية جاردل. الكرة مع جاردل ينطلق ويتقدم بمر الكرة أقصى الجهات اليسرى. مايلسون على الجهة اليسرى بيحاول يبحث عن المساندة، يضطر بإعادة الكرة لجاردل بتعود لأحمد فتحي مرة أخرى. نقلات، تمريرات قصيرة وتراجع من جانب لاعبي نادي الخرطيات، استحواذ على الكرة من جانب لاعبي النادي العربي في اللحظات والدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. طبعا العربي بعد أن احتل المركز السابع في الموسم الماضي على مستوى بطولة كأس الأمير خرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من الريان بثلاث أهداف مقابل لا شيء. كثيرة هي
اللقاءات والمباريات الكبيرة اللي افتقدها الجمهور المتابع والمحب لكرة القدم القطرية في السنوات الأخيرة حقيقة. تحدث عن العربي والأهلي العربي افتقد لمتعتها لإثارتها لجودتها اللي كانت موجودة في الثمانينات في التسعينات. كان الوضع مختلف، كانت قمم، حتى أن الجمهور المدرج كان يمتلئ، الوضع كان مختلف تماما عما هو عليه الحال اليوم، لأن اليوم يعني حقيقة لم يعد العربي العربي ولا الأهلي الأهلي ولا حتى الملك القطراوي اللي طبعا تمكن من أن يستقطب واحد من النجوم الكبيرة أو واحد من أساطير كرة القدم الإفريقية والعالمية، وهنا الحديث عن صامويل إيتو اللي بكل تأكيد راح يكون يعني إضافة على الفريق حتى وإن بلغ من العمر عتية وحتى وإن كان في سن 38 سنة، لكن يبقى إيتو، يبقى إيتو. الكرة بتلعب للأمام، محاولة محمد صلاح النيل، الله على المرور، لكن عدت وطالت أطول من اللازم. محمد صلاح النيل أطول من اللازم، وبالتالي الكرة إلى ركلة مرمى. شوف هذه الخطوة اللي خذها وهذه اللقطة اللي تحتاج لعداء حتى يتمكن من اللحاق بها. كرة بتلعب للأمام لصالح الأقريطيات، الكرة تبعد والكرة تحولت إلى ركلة مرمى أو إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، 51 دقيقة هي اللحظات أحبتي الكرام والدقائق الأولى في شوط المباراة الثاني. قريطيات يحاول أن يعود، يحاول أن يعدل، يحاول أن يتدارك الخسارة، وهذا العرباوي اللي قاعد ويطمن اللي لم يتمكن من الحضور للمباراة. وحقيقة مسألة الحضور الجماهيري هذه تبقى نقطة يعني عليها علامات استفهام كثيرة. على أي حال، حينما يعود الوضع طبيعي وحينما يعود العربي كما كان عليه سابقا، فتأكد بأن الأمة العربوية ستتواجد وستحضر. الكرة إلى ركلة مرمى تحولت لصالح نادي الخريطيات. أجواء مثالية للعب كرة القدم، نتفق ولا نختلف على ذلك هنا في استاد خليفة. ركلة مرمى، مسعود زراعي، الكرة بتلعب للأمام، تعود مجددا جارديل، ينقل كرة في الجهة اليسرى، لمسة للأمام وكرة ومحاولة الآن لصالح النادي العربي، تمريرة محمد صلاح النيل في هذا المكان خطير، يرسل كرة والكرة ما زالت، لكن حارس المرمى أسرع من الجميع وبالتالي يتمكن من أن يسيطر على كرته، لم يجد أي صعوبة في أن يسيطر على كرته. دور القطري على مر تاريخه شهد تسجيل نتائج كبيرة جدا، بالعودة طبعا لثاني أكبر نتيجة سجلت في تاريخ كرة القدم القطرية أو في تاريخ الدوري القطري، اللي هي نتيجة السد على العرب بعشرة أهداف مقابل هدف. يبقى أو تبقى أكبر نتيجة طبعا هي نتيجة الأخوية على الشحنية في الموسم قبل الماضي بعشرة أهداف مقابل لا شيء، لكن العدد الكبير من الأهداف المسجل ونحن نتحدث اليوم عن الجولة الثالثة، هذا اندل يدل على قوة هجومية ويدل على معاناة في خطوط الدفاع، معاناة في خطوط الدفاع لأغلب الفرق المتواجدة في دور نجوم كوانبي، وعلى المدربين أن يحرصوا على تصحيح كل الأخطاء والوقوف لمعالجتها. الكرة إلى ضربة ركنية، هذا أحمد كحيل في شوط المباراة الأول ربما لم يعطي الإضافة اللازمة والإضافة المطلوبة، لكن في شوط المباراة الثاني في الدقائق الأولى حتى الآن النتيجة لا تتغير، النتيجة تبقى واحد للنادي العربي، ولدينا ضربة ركنية للخريطيات. كرة تلعب عالية تبعد، تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى، تمرير كرة ومحاولة والكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب. لكن أيضا من النتائج الكبيرة اللي سجلت على حساب الفرق الكبيرة في الكرة القطرية، نتذكر النتيجة اللي سجلها العربي على الغرافة في عام 91 بتسعة أهداف مقابل لا شيء.
من النتائج الكبيرة اللي متحدث عن خسارة الفرق ذات القيمة الكبيرة، الفرق المؤثرة، الفرق اللي كل ما كانت في وضعها الطبيعي كل ما أمدت المنتخبات الوطنية بالأسماء وبالعناصر المهمة. كرة في منتصف ملعب المباراة تنقل للأمام، لازار ينتقل من اليسار إلى اليمين، لكن يبقى الوضع على ما هو عليه. الكرة تلعب في الجهة اليمين، عرضية عالية، كرة وفرصة. ماذا تفعل يا عبد الهادي؟ ماذا تفعل يا عبد الهادي؟ في كرة داخل المنطقة وفي كرة بدون رقابة بدون تغطية كان بالإمكان استغلالها أفضل مما كان، يعني هو محتار كان يسددها ولا يمررها لأحد الزملاء، لكن فرصة هي الأخطر في شوط المباراة الثاني بشكل عام. الكرة بتعود مجددا، حكم المباراة يعطي مبدأ تحت الفرصة لصالح الإخريطيات. كرة بتعود للخلف، العربي لابد له بأن يؤمن التقدم لأن الإخريطيات بدأت تظهر ملامح الجدية والخطورة، وبدأت تظهر ملامح الرغبة في أن يعود للمباراة ويعدل النتيجة. مايلسون يتقدم، ينطلق مايلسون، يمر الكرة معه بيسدد، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى أحمد سفيان الذي لم يجد أي صعوبة في أن يسيطر على الكرة. والمحاولة الأخيرة من جانب مايلسون، بتعود الكرة للخلف أو الانطلاقة للأمام، محاولة المرور بمجهود فردي، لكن الكرة إلى رمية التماس تحولت لصالح النادي العربي. هذه تسديدة مايلسون. التعادل وارد لأن آخر 14 مواجهة بين الفريقين شهدت 8 حالات تعادل، منها 3 تعادلات سلبية، وبالتالي هل نشاهد تعادل في هذه المباراة؟ وهو الأمر الذي لا يتمناه المشجع العرباوي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء بكل تأكيد. الكرة في الجهة اليمين، أحمد كحيل، الكرة مع أحمد كحيل، لمسة وتمريرة في الجهة اليمين، كرة عرضية، عبد الهادي بيحاول لكن لا توجد مساندة، وبالتالي الكرة تعود مرة أخرى لصالح النادي العربي. اليوم أقل مردودة فرانكو أريزالا، أقل مردودة من مباراة الأولى أمام الخور. محمد صلاح النيل، أحمد فتحي، جارديل راح يمررها على الجهة اليسرى أو يبحث عن المرور والاختراق والمساحة من أجل التسديد. الكرة مع مايلسون، مايلسون محاولة وسط ضغط من لاعبين، ما زالت الكرة مع مايلسون لكن تصرف بطريقة غريبة في الكرة الأخيرة، وبالتالي الكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح نادي الإخريطيات. سقوط لازار والكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب لصالح لازار، وسقوط في الكرة والاشتراك في هذه اللقطة الأخيرة من جانب اللاعب معتز ماجد لاعب النادي العربي. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله للاعبي الفريقين اللي ساقطين على أرضية الملعب، إن شاء الله يقومون بالسلامة. معتز ماجد هو اللي ساقط. حكم المباراة وحديث وربما بطاقة تظهر، ونحن نصل مع حضراتكم أحبتي الكرام إلى الدقيقة 60، أي أننا نتحدث عن آخر نصف ساعة، ونصف ساعة وقت كافي ووقت طويل من أجل إما أن يسجل العربي. البطاقة الحمراء تظهر في هذه اللحظات على
اللاعب احمد النحوي بطاقه حمراء تظهر من قبل السيد عبد الله العذبه على اثر التدخل والاشتراك في الكره الاخيره، وسط حاله من الاستغراب من قبل اللاعب نفسه. نشوف الاعاده، يعني شخصيا أرى بأن الاشتراك فيما بين لاعبي الفريقين كان على الكرة، وبالتالي يبقى هذا القرار اللي يتخذ، وتبقى هذه القرارات التحكيمية مع بدر بلال في برنامج الحكم عبر قنوات الكأس الرياضية. إذن العربي سيلعب بعشرة لاعبين في النصف ساعة القادمة، وحالات الطرد وحالات النقص العددي لطالما كانت نقاط تحول في العديد من المباريات، هل تكون كذلك في هذا اللقاء؟ نشاهد ونتابع. 10 ضد 11 الآن أصبحت الأمور والكفة بالنسبة للعربي ليست متكافئة، ليست متساوية. هل يستثمر ويستغل اخرطيات النقص العددي في صفوف النادي العربي؟ نشاهد. يلا احمد ابراهيم. سيضطر الان لاعبي النادي العربي للتراجع. في المقابل نادي الاخرطيات اعتقد بان من المنطقي والطبيعي بان يهاجم، لكن هنالك فرق لا تعرف كيفية استثمار واستغلال النقص العددي. نشاهد ونتابع. أريزال الكرة معاه في منتصف ملعب المباراة، تمريرة خاطئة بتعود الكرة، لازار يحاول الكرة معاه لكن تبعد من أمام أحمد إبراهيم، يبعدها لتصل الكرة في منتصف الملعب. محمد سلام يرسل الكرة للأمام، عبد الهادي يسقط على أرضية الملعب والكرة فيها خطأ. الكرة فيها خطأ، خطأ. عبد الهادي حلحول اللاعب المغربي، ونصيف البياوي الآن يعطي تعليماته ويعطي توجيهاته من أجل استثمار النقص العددي. يعني هذه الأمور في عالم كرة القدم، دائما ما تكون نقاط تحول في المباراة، لكن لمن يعرف كيفية استغلال النقص العددي. لأن في مرات كثير شاهدنا فريق يلعب بعشرة لاعبين يفوز على فريق كامل، على فريق غير ناقص ولا لاعب. وبالتالي نشاهد ونتابع في الدقائق القادمة. لازار يحاول ويتقدم، الكرة معاه بمر الكرة لمحمد عبد الرب، الكرة تبعد. أحمد إبراهيم مايلسون يحاول أن يتقدم، تبعد من أمامه الكرة، بتعود مجددا في منتصف ملعب المباراة. علي فايز كنترول على الخط البياوي يعطي تعليماته، علي فايز نقلة في الجهة اليمين وكرة ترسل للأمام عالية لكن لا توجد المتابعة. محمد صلاح النيل والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية تماس، كرة بتلعب. محمد سلام، محمد عبد الرب، الكرة لفالنتين لازار، كرة في الجهة اليمين، تمريرة بشكل ممتاز، معتز يرسل كرة لكن الكرة تبعد، والكرة بعد ذلك إلى رمية تماس تحولت لصالح الاخرطيات الذي يبحث عن هدف التعادل بشكل جدي في هذه اللحظات. الكرة ملعوبة، الكرة عادت، علي فايز، علي فايز بيحاول الكرة معاه، بيعيدها للخلف. شوف التراجع، شوف الكثافة العددية الآن في المناطق الخلفية من جانب لاعبي النادي العربي، ويقابلها هجوم من جانب لاعبي نادي الاخرطيات، لكن لدينا الكرة المرتدة، انطلاقة من جوردل، يتقدم يبحث عن المساندة، جوردل بيمرر أرازيلا، الكرة معاه الكولومبي يتقدم يمر، لكن علي فايز يبعدها ويتمكن من إيقافها، وبالتالي الكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الخطيات، خطأ ينفذ والكرة تحولت بعد ذلك إلى إلى إلى, إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. هذه الإعادة، هذه هي الإعادة. في تبديل قادم، أحمد كحيل هو
من يترك أرضية الملعب، ولاعب رقم 21 عبد الهادي نعمان هو من يشارك في هذه اللحظات. عبد الهادي نعمان يشارك من جانب الإخريطيات في هذه اللحظات. هذه كرة وخط دفاعي وفرصة وتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. لم يستثمر الخطأ حالة يعني يمر فيها النادي العربي بعد النقص العددي وبعد حالة الطرد في هذا الشوط الثاني، السيناريو اللي لم يكن يتوقع ويأمل ويتمنى السيد لوكا. ونحن نلعب مشاهدينا الكرام في الدقيقة 66 من عمر المباراة. لدينا تبديل آخر وأخير لصالح النادي العربي. فهد خلفان يشارك ومايلسون يترك أرضية الملعب. فهد خلفان يشارك في هذه اللحظات في تبديل، والجماهير العربوية تخشى بأن يخطف منها الفوز والثلاث النقاط، لأن مهم جدا بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية أن ينتصر العربي اليوم. إن لم ينتصر، إذا تعادل أو إن كلبت الطاولة في الدقائق القادمة والمتبقية من عمر المباراة، فأن ذلك الأمر من شأن أن يزيد الأمور سوءا أكثر فأكثر. الكرة إلى رمية تماس تحولت، رمية تماس لإخريطيات، كرة بتلعب نقلة في الجهة اليمين، محاولة المرور ما زالت قائمة، بتعود الكرة للخلف، عرضية لازار بيحاول، الكرة مستمرة والكرة بعد ذلك فيها خطأ، فيها خطأ يحتسب. الآن السيد نصيف البياوي يجب عليه إن كان يريد العودة وتعديل النتيجة لابد أن يشاهد ما هي العناصر الهجومية المتاحة لديه، وبالتالي يقوم بإشراكها من خلال الدقائق القليلة القادمة لإعطاء يعني إسناد للاعب لازار الذي بكل تأكيد يتواجد وحيدا في المقدمة إلى جانب عبد الهادي حلحول، يحتاج إلى حل. شوف المطالبة من أمام من كابينة التعليق في ملعب المباراة، تشاهد السيد نصيف البياوي يطالب لاعبيه بالتقدم، على الأقل التعادل بالنسبة له أفضل بكثير من الخسارة الثالثة في هذا الموسم. كرة بتلعب للأمام، كرة بتعود من محمد صلاح النيلي، جارديل تبعد من أمامه، الكرة في الجهة اليسرى، محمد عبد الرب خطفها مرتدة وانطلاقة سريعة ومرور، يا سلام، لكن الكرة فيها خطأ، خطأ يحتسب على فهد خلفان البديل في أول لقطة. عبد الهادي نعمان الله على المرور، شكل جميل جدا لكنه يسقط ويكسب خطأ. خطأ في الدقيقة 69 من عمر شوط المباراة الثاني في هذه المباراة، أجواء مثالية كما شاهدنا على الشاشة للعب كرة قدم، لكنها أجواء مشحونة متوترة في أرضية الملعب، ففريق يريد أن يعدل النتيجة ولا يخسر للمرة الثالثة في هذا الموسم، وفريق آخر يريد أن يبقى متقدما ويريد ثلاث نقاط هذه المباراة. السيد عبد الله عذبة في حديث مع لاعبي الفريقين، وخطأ لصالح الإخريطيات من هذا المكان، الكرة ترسل للأمام وخروج موفق من حارس المرمى مسعود زراعي الذي يخرج في توقيت ممتاز ومناسب ومثالي ويتمكن من أن يوقف الكرة اللي لو مرت كان ممكن أنها تكون خطيرة. كرة بتلعب بتعود مرة أخرى، كرة في الجهة اليمين في منتصف ملعب المباراة لصالح الإخريطيات، تمرير للازار، يسيطر، يستلم، يستحوذ، يبحث عن المساندة، هذه نسبة الاستحواذ الواضحة أمامك، العربي 58 والإخريطيات 42، وبالتالي الآن يعني مع الدقائق العشر القادمة على أقل تقدير نسبة الاستحواذ باعتقادي راح تكون بشكل معاكس، راح تكون الإخريطيات
يحاول يهدي اللعب، يحاول يمتص حماس لاعبي الاخريطيات اللاعب جارديل. ومطلوب من لاعبي العربي الان انهم يهدون الوضع، يمتصون حماس لاعبي الاخريطيات الذي يفكر بكل تاكيد في كيفيه الوصول الى شباك مسعود زراعي وفي كيفيه تسجيل اول اهداف الموسم. الكره بتلعب في منتصف ملعب المباراة، محمود سعد بيحاول يتقدم، يمر، ينطلق، جميل المرور، لازار استلم وتقدم وسقوط ومطالب بخطأ، لكن حكم المباراة يرى بأن الكرة والمحاولة الأخيرة ما كان فيها شيء للازار، ويطالب لاعبي النادي العربي بطاقة صفراء للازار بداعة التمثيل. الأجواء بدأت تمر في حالة من التوتر في هذه الدقائق، في آخر 20 دقيقة محمد عبد الرب هدف عمره في عالم كرة القدم، هدف ما يأمن لك نتيجة، ما يأمن لك ثلاث نقاط، هدفين ممكن. هذه كرة بتلعب داخل المنطقة، محاولة، عبد الهادي نعمان يبحث عن الكرة العرضية، يمر، يتقدم، بيمرر، المتابعة ما زالت مستمرة وقائمة، لكن تبعد بطريقة لم يكن فيها تفاهم من جانب لاعبي نادي الاخريطيات بين لازار وبين زميله، وبالتالي الكرة وضاعت. هذه هي اللقطة، ممثل بارع لازار ومهم جدا اللاعب اللي في هذا المكان او اللاعب اللي يلعب في هذه المنطقة، سواء يعني مكان لازار او كان كقلب هجوم، مهم جدا انه يكون ممثل بارع، ممثل شاطر من اجل انه يكسب ركلة جزاء. لكن في بعض الحكام ما تمر عليهم، ما تعدى عليهم بسهولة. الكرة في منتصف ملعب المباراة بتعود للخلف لصالح الاخريطيات الذي ما زال يتمسك بأمل العودة للمباراة، لا يريد أن يخسر للمرة الثالثة. محمد عبد الرب، كرة ملعوبة، الكرة تعود في الجهة اليمين، خطورتها قائمة مستمرة، وبطاقة صفراء مجددا في هذه اللحظات على اللاعب عبد الله معرفي الذي يتلقى بطاقة صفراء. هنا التدخل على معتز ماجد، لدينا خطأ يحتسب من مسافة بعيدة. مسعود زراعي يعطي التعليمات والتوجيهات. خطأ من مسافة بعيدة، لصالح الاخريطيات. علي فايز على تنفيذ كرة، هل يتعامل معها بالشكل المطلوب ويتمكن من خلالها أن يعدل النتيجة؟ علي فايز يتقدم، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى مسعود زراعة اللي تحرك في التوقيت المثالي، تسديدة كانت قوية لكن حارس ممتاز واقف بشكل صحيح، وبالتالي لم تشكل خطورة والكرة كانت سهلة. هذه هي الإعادة للتسديدة، يحافظ على شباكة نظيفة في هذه المباراة. وصدق أو لا تصدق، بعد مرور جولتين ماضيتين العربي أضعف خط دفاع تلقى شباكة 10 أهداف، لكن اليوم وفيما تبقى من عمر المباراة لابد عليه أن يحافظ. الانتصار يعني استعادة الثقة مجددا. الكرة ملعوبة، محاولة، الكولمبي الحاضر الغائب في هذه المباراة. الكرة إلى رمية تماس، تحولت مجددا لصالح النادي العربي. العربي اللي في آخر 10 سنوات نتحدث عن 18 مدرب و42 محترف في آخر 10 سنوات، أعتقد بأن
هذا الرقم كافي ليبين ويوضح مدى حالة عدم الاستقرار الفني التي يعيشها النادي العربي منذ فترة طويلة. خطأ يحتسب جارديل من أجل هدف ثان، من أجل تأمين التقدم، من أجل تأمين الثلاث النقاط من مسافة بعيدة في كرة سيبحث من خلالها عن رأس فرانكو أليزالا. نشاهد ونتابع ونحن نصل إلى الربع ساعة الأخيرة في عمر أحداث شوط المباراة الثاني. كرة بتلعب والكرة سهلة عند حارس المرمى، الحارس أحمد سفيان الذي لم يجد صعوبة في أن يسيطر على كرته، وبالتالي الكرة لم تشكل أي خطورة. الكرة بتعود للأزار، بيسيطر بيسدد لكن بطريقة ليست صحيحة. هو حاول أن يباغت أن يفاجئ حارس المرمى لكن الكرة كانت بعيدة كل البعد. وهنا الإعادة لكرة جارديل التي تمكن من أن يبعدها ويتصدى لها بسهولة أحمد سفيان. ربع ساعة هي الأخيرة، دون ملاحظاتك واعطي تعليماتك يا نصيف البياوي لأنور ديبا، لأن ممكن الحل يكون عنده من أجل أن لا تخسر المباراة الثالثة وتبقى بدون أي رصيد من النقاط حتى تنتظر الجولة القادمة. الكرة ملعوبة في الجهة اليسرى لصالح الإخرطيات، الكرة تعود مرة أخرى، لمسة للأمام، تمريرة لزار السلم، بيحاول الكرة معاه يبحث عن التمرير، الله على الكرة لكن ما فهموها اللي في الأمام الاثنين، ما فهموه كالزار. كرة تحولت إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي. الورقة القادمة بالنسبة للبياوي هي أنور ديبا، يرى بأن بيديه مفتاح العودة ومفتاح تعديل النتيجة ومفتاح النقطة على الأقل. الكرة للأمام أو هو بيد لازار، بيحاول لازار الكرة معاه، يتقدم بيسدد لكن الكرة سهلة. لكن الحالة الكبيرة من التراجع للخلف بالنسبة للنادي العربي الآن، هذا دورك يا لوكا، دورك يا لوكا. فريقك يلعب ناقص لاعب، يلعب بعشرة لاعبين ويتعرض للضغط في هذه اللحظات، وبالتالي كيفية المحاولة في تأمين النتيجة بهدف ثاني، وهذا يتطلب يعني الأكيد الاعتماد على الكرات المرتدة، لأن بحكم أنه يلعب ناقص لن يتمكن بأن يجاري الاخرطيات بل يعتمد على المرتدات. كرة والله زمان يا العربي، زمان يا العربي، العربي يعتمد على الكرات المرتدة. أنور ديبا سيشارك في هذه اللحظات. اللاعب الذي سيترك أرضية الملعب هو محمد سلام. إذن أنور ديبا صاحب 35 سنة الخبرة والتجربة الطويلة والكبيرة هو من سيشارك، ولاعب باعتقادي بأن لديه الحلول سواء بالتسديد من خارج المنطقة وبالاختراق من الأطراف أو من العمق، لاعب ذكي جدا. وبالتالي يرى نصيف البياوي بأن من الممكن هو من يعيد لهذه المباراة. والكرة إلى ضربة ركنية تحولت، الكرة تحولت إلى ضربة ركنية. العربي تحت الضغط، ليس هو فحسب بل الجمهور الذي يتابع، الذي يشاهد، الذي يراقب، الذي كان ينتظر أداء مختلف. لكن حالة الطرد التي أتت في الشوط الثاني من المباراة والتي قلبت الموازين لتصبح الأفضلية والسيطرة لصالح نادي الإخرطيات. محمد صلاح النيل ساقط على أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لمحمد صلاح اللي ساقط على أرضية الملعب. الإخرطيات مباراة القادمة ستكون أمام الريان. بينما النادي العربي مباراة القادمة ستكون أمام أم صلال صقور برزان، اللي تمكنوا في ليلة البارحة بأن يحققوا انتصار مهم جدا وكبير بأربعة أهداف مقابل لا شيء على النادي الأهلي. هذه كرة مرتدة لزار، يحاول أن يتقدم لكن خطأ يحتسب مجددا من حكم المباراة على أحمد فتحي. خطأ لصالح الإخرطيات،
كرة بتلعب في الجهة اليمين، هذه الإعادة للخطأ اللي احتسب في الكرة الأخيرة. كرة بتعود للأمام، تبعد، عادت مرة أخرى في منتصف الملعب. أريزالا يتقدم، ينطلق بمر لجارديل، جارديل الكرة معاه، ما زالت مستمرة قائمة. أريزالا الكرة في الجهة اليسرى، بيحاول يمر لكنه يكسب خطأ ذكي، خطأ ذكي في هذا المكان وفي توقيت مهم في الدقيقة 80 في آخر 10 دقائق من عمر المباراة. هنا حالة السقوط والتدخل وهنا حارس المرمى أحمد سفيان الذي يعطي التعليمات والتوجيهات لحائط الصد. جارديل على تنفيذ الخطأ بكرة من مكان خطير جدا. جارديل يتقدم، كرة عرضية والكرة تبعد، تعود مرة أخرى. ديبا سلم بشكل صحيح واستلم بشكل أكثر صحة وأكثر جمال. كرة ملعوبة للازار، بيحاول في الجهة اليسرى، لازار بمر الكرة للأمام لكن الكرة تبعد والكرة فيها خطأ. عدد كبير من الأخطاء احتسب في الشوط الثاني من المباراة. خطأ لصالح النادي العربي. سبعة عشر خطأ لكل فريق في هذا اللقاء، موسم فيه الكثير والكثير من التحديات بالنسبة للفريقين. الكولومبي ليس في الوضع الطبيعي اليوم. أريزالا رمية تماس، الكرة بتلعب في المنتصف لأنور ديبا، بحظ على كرتها بشكل ممتاز، بعيد الكرة للخلف. علي فايز، محمد عبد الرب، لمسة، تغطية دفاعية ممتازة والكرة إلى رمية تماس. رمية تماس، كرة في الجهة اليسرى، محمد صلاح النيل، كرة معاه، حاول يمر لكن لا يجد الحل. الكرة تعود لصالح الإخرطيات، محاولة تمريرة، خذوهات، كرة وفرصة ومحاولة لكن الكرة تبعد، تبعد بتغطية ممتازة، أتت في توقيت سليم. محمد صلاح النيل يكسب خطأ أيضا في هذا المكان. ونحن أحبتي الكرام مشاهدين أينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية نصل مع حضراتكم إلى الدقيقة 83 من عمر هذه المباراة، أي أننا نتحدث عن دقائق تمثل منعطف مهم جدا في مستقبل هذه المباراة، ومنعطف مهم جدا فيما إذا كان العربي سيتمكن من أن يحافظ على تقدمه ويستعيد نغمة الفوز اليوم ويستعيد ولو قليلا من الثقة. الكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح النادي العربي. كرة بتلعب لكن علي فايز متواجد في التوقيت المثالي، وهذه كرة مرتدة. علي فايز، شوف الارتداد البطيء من جانب لاعبي نادي الخطيات وبالتالي عودة لاعبي النادي العربي في مراكزهم، والاستحواذ أنور ديبا، بيمرر كرة، ما زالت أنور ديبا الكرة معاه، يبحث عن إرسالها إلى الأمام، نقلة في هذا المكان وفي هذه المنطقة، لازار والكرة العرضية لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحولت لصالح الصواعق، لصالح الإخريطيات الذي يبحث ما زال رحلة البحث عن التعادل مستمرة. يواجهها صمود وقوة من دفاع نادي العربي. أنور ديبا بيحاول، تبعد من أمامه، هذه مرتدة للنادي العربي. الكرة لمحمد صلاح النيل الذي يتقدم وينطلق، الذي يحاول الآن يبحث عن مساندة أحمد فتحي. الكرة ما فيها شيء بقرار حكم المباراة، تعود مرة أخرى. أنور ديبا، كرة للأمام، ابعد ليس بالشكل المطلوب،
الكرة إلى رمية تماس تحولت لصالح النادي العربي بعد أن أبعدت من فهد خلفان. دقائق مهمة جدا في عمر وفي توقيت المباراة. كرة في منتصف الملعب، أريزالا حاول يمر، الكرة بتعود مجددا، نقلة للأمام ما زالت قائمة، والكرة بعد ذلك حولت إلى رمية تماس لصالح نادي الإخريطيات العربي. استنفذ كل تبديلاته لوكا، استنفذ كل تبديلاته، ونصيف البياوي في هذه اللحظات، نصيف البياوي يعني يدرك بأنه توقيته وقته من أجل أن يخطف النقطة، يخطف النقطة. الكرة الأمام لازار بيحاول، لكن أحمد إبراهيم يتدخل بكل قوة ويبعدها، بتعود محمود سعد في الجهة اليسرى بيحاول بيعيد الكرة لمحمد عبد الرب، ما زالوا يبحثون عن الحل، لم يجدوا الطريق المؤدي إلى شباك النادي العربي. العربي يدافع لاعبيه بكل طاقتهم في هذه اللحظات من أجل الحفاظ على الفوز ومن أجل الحفاظ على الثلاث النقاط. أنور ديبا الكرة في المنتصف ترسل عالية للأمام، وكرة لكن سهلة، سهلة كرة محمد عبد الرب، واحد من أقصى اللاعبين في أرضية الملعب، لكنه كاد أن يفعلها برأسه ويسجل في هذه الكرة في مكان لم يكن مراقبا من خلاله، كان وحيدا، لكن الكرة في النهاية أبعدت ووصلت لتعود مرة أخرى لصالح الإخريطيات الذي يكثر من الهجمات ومن المحاولات، والذي ما زال يفرض على العربي الضغط المتواصل. الكرة بتلعب بتعود مرة أخرى، محمد صلاح النيل في منتصف ملعب المباراة، هذه كرة مرتدة، لمسة للأمام، انطلاقا محمد صلاح النيل، الكرة تعود لحارس المرمى. أحمد سفيان يرسل الكرة للازار، عادت مجددا في منتصف الملعب. أنور ديبا يرسل كرة عرضية لكن لم تصل، عادت من جديد، علي فايز اللي بدوره يعيدها للخلف، الكرة تبعد من أحمد فتحي إلى رمية تماس. بمبدأ الأمان أبعدها وخلصها رمية تماس، نفى بشكل سريع، لازار لازار لازار، الكرة عرضية، هذه فرصة خطيرة وكرة، لكن الكرة مرت بجوار القائم اليمين وتحولت إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. لصالح النادي العربي، العربوية يعني كل ما يهمهم الآن هو أن تعدي الدقائق هذه، أن تعدي الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، لكن في وقت محتسب بدل ضايع، وفي ما زال في مشوار طويل وفي مباريات قادمه يجب ان يكون العربي فيها بشكل افضل. والإخريطيات يحاول بكره، انور ديبا، ديبا يرسل كره عرضيه ناحيه محمود سعد، لكن الكره اطول من اللازم، اطول من الجميع، والكره تحولت بعد ذلك الى ركله مرمى. انور ديبا دخل من اجل ان يعطي الاضافه، من اجل ان يشكل الاضافه في شوط المباراه الثاني، لكنه حتى الان لم يتمكن من ذلك. ونحن أحبتي الكرام نصل إلى الدقيقة 89، أي أننا نتحدث عن الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني وزمن هذا اللقاء ككل. جارديل يكسب خطأ، يكسب خطأ، نشاهد كم من الوقت سيحتسب كوقت بدل ضايع، لن يقل عن 4 إلى 3 دقائق. خطأ يحتسب لصالح النادي العربي، كرة بتلعب للأمام، نقلة عند فهد خلفان في الجهة اليسرى، بيحاول، كرة ما زالت معه يبحث عن المرور، بيمرر، يا سلام، بينه وبين جارديل، والكرة العرضية في النهاية
ليست بالشكل الصحيح على الإطلاق، والكرة إلى ركلة مرمى للخريطية. كرة بتلعب، لم تنتهي المباراة بعد ولم يحسم أمر الثلاث النقاط في هذا اللقاء في الظهور الثالث لكلا الفريقين في هذا الموسم. أنور ديبا يحاول تبعد من أمامه، جارديل يتقدم ينطلق يمر، حط كرة في مكان ممتاز لمحمد صلاح النيل، لكن علي فايز الذي يعود في توقيت ممتاز ويتمكن من أن يبعد الكرة عادت مرة أخرى. علي فايز يقود الهجمة المرتدة للخريطيات، كرة عرضية والكرة إلى ضربة ركنية. 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. العربي بعشرة لاعبين يحافظ على تقدمه حتى الآن، يحافظ على النتيجة حتى الآن. ضربة ركنية، الكرة بتلعب عالية لكن الكرة تبعد، ما زالت خطورتها قائمة ومستمرة. تغطية دفاعية ممتازة بتعود أنور ديبا، أنور ديبا يرسل الكرة الأمام، أحمد إبراهيم بيخلص، عادت مرة أخرى. جارديل يتقدم وينطلق، يبحث عن مساندة، يقوم بمجهود فردي، ما زالت الكرة معه، لكن اثنين أمامه، كيف سيمر؟ لم يتمكن من المرور. الكرة تبعد لتعود مرة أخرى لصالح نادي الإخريطيات. دقائق من الإثارة في آخر لحظات شوط المباراة الثانية أو في آخر الدقائق. محمود سعد لازار في الوقت بدل الضايع، هل يعود لإخريطيات؟ الكرة تبعد، تعود بهذا الطريق، أحمد إبراهيم بيخلصها والكرة فيها خطأ يحتسب. لكن اليوم مباراة كبيرة تحسب لي دفاع العربي وبالتحديد لأحمد إبراهيم. هو هنالك بعض الأمور اللي تكون إجباري بالنسبة للفريق، أمور إجبارية اضطرارية، تلعب ناقص، هذا وضع طبيعي بأنك لن تندفع للأمام، وضع طبيعي بأنك ستتراجع للخلف من أجل أن تحافظ على تقدمك في النتيجة. سيد عبد الله العذبة في حديث مع العراقي الدولي أحمد إبراهيم. دقيقتين على النهاية، مسعود زراعي على التنفيذ، كرة بتلعب للأمام، الكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لنادي الإخريطيات الذي يتلقى حتى اللحظة الخسارة الثالثة له في هذا الموسم. لم يسجل 3 جولات ولا هدف، 3 جولات ولا هدف، لم يتمكن من أن يسجل وما زال يبحث عن ذلك. هل ينتظر إلى الجولة القادمة؟ هل ينتظر إلى اللقاء القادم أمام الريان؟ أم أنه يفعلها فيما تبقى؟ الكرة عرضية تبعد بشكل ممتاز، بتعود مرة أخرى، لازار داخل المنطقة، بيمر لديبا، بيسدد ديبا لكن بعيد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. مكانه لم يكن مهيئا، وضعية جسمه أيضا ما كانت مهيئة لأنه يسدد، لو لعبها عرضية ممكن كان الوضع يكون أفضل. على أي حال أحبتي الكرام، إنها الثواني الأخيرة. يا من تشاهدنا وتتابعنا عبر قنوات الكاس الرياضية العربي بعد الجولة الثانية والخسارة التي يجب بأن تكون للنسيان بالنسبة لكل العربوية إن أرادوا العودة تدريجيا بشكل ممتاز. الكرة بتلعب للأمام، بتعود في منتصف الملعب، لمسة وتمريرة، الكرة عادت مرة أخرى، أنور ديبا بيحاول، الكرة معاه، الكرة العرضية العالية وفرصة، وكرة، يا لها من كرة، يا لها من كرة، يا لها من فرصة خطيرة جدا. آخر فرصة في المباراة وآخر كرة في المباراة، ومطالبة البياوي بركلة جزاء معها يطلق حكم المباراة صافرة معلنا نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية أحداث هذا اللقاء. مبروك للنادي العربي الفوز
واستعادة القليل من الثقة. إذا أحبتي الكرام مشاهدين أينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية، على ما نلتقي بحضراتكم في مباريات ولقاءات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محدثكم سمير اليعقوبي، الصوت والصورة إلى الكباتن خالد سلمان بشار عبد الله، إلى اللقاء. شكرا سمير يعقوبي. العربي يحقق فوز الثاني هذا الموسم على الاخرطيات الذي لم يحقق ولا نقطة ولم يسجل ولا هدف. راح نتكلم عن المباراة، لكن قبل ذلك الى شعيل محمد. شكرا ابو عبد الله. نقول حق العربي مبروك مبروك، صحيح انه ثلاث نقاط لكن ثلاث نقاط مهمة، وخاصة من بعد الهزيمة القاسية من السد. اعتقد ان العربي كان محتاج لهذه ثلاث نقاط يا كابتن فهد، محتاج له حتى لو باتفاق تبونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اقول مبروك هاردك حق خطيات. الامانه كانت مباراه صعبه، كنا محتاجين ثلاث نقاط باي طريقه، وجاتنا فرص الشوط الاول ما قدرنا نستغل كل الفرص، الحمد لله سجلنا هدف، خطيات جاتهم فرص، الشوط الثاني الطرد فرق معانا، بس الحمد لله انا قدرنا. يستحق الطرد؟ والله انا ما كنت مركز لاني كنت قاعد اسخن، وبس اتوقع انه يستحق لانه يعني تعور لعبهم. والحمد لله ان قدرنا يعني نحافظ على الهدف. مباراه صعبه، شو الصعوبه اللي فيها؟ تقدر تقول الشوط الاول كنا مركزين، كان تركيزنا عالي، قدرنا نستحوذ على الكره. الشوط الثاني فقدنا التركيز، ضغطوا علينا، يمكن شاب ما دشوا نفس تركيز الشوط الاول، بس الحمد لله اهم شيء انه ما تسجل علينا هدف، وهالشيء يعني صعب. الخوف من الهزيمه هذا سبب اول؟ لا، هو مش يعني الفوز والهزيمه بيدنا احنا يعني احنا نقدر يعني نتحكم في رتم المباراه ولا لا، يعني احنا كنا مركزين فخلاص، بس اذا ما كنا مركزين اكيدنا يعني بيجيك على جول جولين نفس مباراه السد. يعني جمله مهمه قلتها انت بروحك وقولها حق ربعك، انت بامكانكم ان تركزون بشكل جيد وانتوا ضيعوا المباراه بشكل جيد. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فهد، حياك يا كابتن. يا مرحبا معتز، نقول لك هارد لك يا كابتن، لكن اشوف ان الامور بصراحه عندكم فتره توقف محتاجينها عشان تعدلون وتنظمون فريقكم، لكن للاسف ان هذه الهزيمه ممكن توديكم في دوامه الخطر من الان. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نفس ما شفت المباراه في البدايه كنا يمكن مش مركزين،
بعدين ضغطنا خصوصا الشوط الثاني، يعني ضغطنا يمين من اليسار من اختراق من النص، بس الله ما وفقنا والحمد لله. على كل حال الحين في التوقف لازم نراجع حساباتنا يعني، ونحاول ان نحسن وضعنا ونرجع بصوره اقوى يعني بشكل افضل ان شاء الله. قلت لي كلمه، كنتوا مو مركزين، شو السبب؟ علما بان العربي يعني مر في مباراه معسد أسوأ منكم، وكان المفروض ان تكونون احسن منه. عدم التركيز ليش؟ عادي يعني في اي مباراه ممكن تيك هفوه، ولا يعني بعض الاخطاء اللي تصير في كره القدم، ما يعني كره القدم لعبه فيها اخطاء ما تخلى يعني. والحمد لله على كل حال. ما ديبه على دكه الاحتياط، اختيار مدرب ما نتدخل فيه احنا. ودكم تشوفونه وياكم في الملعب كاساسي؟ كاساسي ديبه؟ لا لا، لاعب مهم ولازم يكون يعني، ما ادري هاي في الاخر اختيارات مدرب، واحنا راضيين في اللي يصير، واللعيبه اللي في الملعب خير وبركه وما يقصرون. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا معتز. ابو عبد الله، صحيح ان احنا مرينا بصراحه الحين خلال ثلاث في يومين يعني شفنا مباريات متواضعه المستوى، لكن بكره دعوه لك تشوف مباراه القمه دحيل والريان، للجمهور ايضا تعالوا استمتعوا وشوفوا مباراه القمه، شوفوا مباراه القمه دحيل والريان. اول واحد انا اليوم بكره هني ان شاء الله. عندك ابو عبد الله. شكرا لك ابو شعيل. ولا ننسى ايضا مباراه لولا السد والغرافه، ايضا قمه باكر قمتين على استاد جاسم محمد بالسد، كل واحد يقول زود عندي. طبعا خلنا نذكر بهدف المباراه الوحيد اللي سجله الظهير الايسر مدير عبد الرب في الدقيقه 14 من المباراه بعد تسديده محمد صلاح، تابعها مدير عبد الرب وسجل الهدف الوحيد في هذه المباراه اللي خرج فيها يعني تقريبا عدى الوضع العربي بعد اسبوع صعب، لكن الكلام كله عن الاخريطيات ووضع الاخريطيات الحين. العربي عدى الوضع بالفوز، نفس خطف الفوز اللي كان بالنسبه له مع الخور، نفس العمليه عملها اليوم، لكن لم يعدل مستواه في التنظيم بشكل جيد، حتى في اداره المباراه بشكل بالنسبه للوكا اعتقد هناك اخطاء، حتى في التغييرات اللي تمت بالنسبه يعني نزول فهد خلفان في قلب الدفاع، اوكي انت نحوي تعور عندك، يفترض ان في بديل طرد متعور يعني طرد اسف، انه يكون في بديل قلب دفاع ينوضع في مكانه، اما تحط فهد خلفان لاعب راس حربه يتحول لقلب دفاع لا يجيد المركز، كان ممكن يتسبب في خطا لك، هو لم يخطر حتى سحبه مايسن يعني. هذه هو انت تخلي محمد صلاح حق شنو؟ انت خله مايلسون يعني اذا لعب عندك بتعتمد عليه هو مع فرانكو في الهجمات المرتده، اقل حاجه هم راح يوقفون لك اربعه مدافعين خمسه مدافعين في الخلف للسرعه الموجوده بالاثنين والمهاره الموجوده عندهم، سحبته غلط يعني منطقيا خطا، حتى في الناحيه التنظيميه الهجوميه بشكل عام. ممكن خلى محمد صلاح انه يرجع اكثر من مايسون، يرجع يدافع يسكر. هو زين في الاخير قاعد يعتمد على الهجمات المرتده، الهجمات المرتده كانت عن طريق محمد صلاح في الجهه اليمنى، دائما الكرات الطوليه عيلة كنت اخليه هو يكون افضل. مايسون يعني عنده السرعه اللي يقدر يوصل اسرع في الهجمات المرتده، انا اعتقد من وجهه نظري حسابات كانت خاطئه بالنسبه للتغيير. الخطا الثاني الكابتن مدرب براوي نصيف، يعني في اداره المباراه انت لما تجازي لاعب لخطا في المباريات السابقه اللي هو ديبه، مباراتين لعب اساسي في المباريات السابقه، اليوم انت حطه على دكه الاحتياط، حط على دكه الاحتياط، كان ممكن انا اجازيه يكون موجود على دكه الاحتياط ما لعبه يا طلع مدرجات على اساس يحس اذا انا محتاجه وبي في المباراه، ويصير عندي طرد في الدقيقه 63 وخسران المباراه، ما انتظر الى الدقيقه تقريبا 80 78 وشوي والمباراه انا لازم افوز وانا عندي الزياده العدديه الموجوده، وديبه عنده الحلول الموجوده صراحه، عنده حلول التمرير، عنده حلول الكرات الثابته، عنده حلول تسديد بشكل جيد، حتى شفناه شكل تغير شوي فريق الخريطيات في استحواذ الكره، في اللعب على الاطراف، في تنويع اللعب من ديبه. فانا اقول عند المجازاه اذا جيت انت تبي تجازي لاعب لما تكون في وضع انت بالنسبه لك وضع سيء وتنزله كانه هو يعاقبك مش انت تعاقبه، كنا تقول انا محتاجك الحين محتاجك انقذني. ايه
لكن مباراه الجايه الاخريطيات مع الريان، ثلاث مباريات ولا فوز ولا هدف. مباراه الريان مو سهله، اصعب من الثلاث مباريات اللي لعبوها استثناء مباراه الحيل طبعا. هل يعني او عفوا السد، هل نشوف اول ضحايا المدربين؟ شوف خلني اكون منطقي جدا، هل المواد الموجوده عند المدرب اللي هو نصيف بشكل جيد؟ لا لا، بس منطقيا دائما المدرب هو راح يكون ضحيه. خليني انت 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 تعال انت بتحطني في رالي، بتقول لي تعال شارك فيه، وانا يعني درايفر سواق ماهر انزين، وبتعطيني هونداي، سوري بعد اللي يزعلون عليه اليابان من هناك من الصوب، وبتعطي واحد ما يعرف يسوق تقول له خذ فراري، وين اصيدك انا؟ يعني مدرب ما يعرف يسوق؟ لا انا اعني بشكل عام ان نصيف صراحه ما عنده مواد في ارض الملعب، محترفين للاسف الصراحه اللي قاعد تشوفه في ارض الملعب مو محترفين. يعني عبد الهاد انت حاطك هذه اللقطه اللي انطلبتها قبل بين الشوطين تكلمت عنه. اي تكلمنا هو بعد 10 دقائق، بعد 10 دقائق يعني لا يمكن راس حربه يكون بقيمه مهاجم راس حربه يخلصها كل مباراه. تفضل هاي اللعبه الان بتلعب، شوف عبد الهادي يعني لا يمكن مهاجم ما يكون يعني عنده الحس التهديفي في هذه المنطقه وبدون ضغط تلعب الكره الحين هاك كره ما تبيها يعني لا هي تمريره، وكان بامكانها هاي مو كنا بيشوت وياخذها باليسار على اليمين ويحطها، لكن تفضل لا تمريره لا كنترول لا تسديد. انا ما ادري ولا الشوط الاول شفته. الله يعينك من خليفه بن ثامر الصراحه يا عبد الهادي. وفي ايضا اللقطه اللي كانت الثانيه الاخيره اللي كان فيها شك على انها ضربه جزاء، لكن حتى لو يعني اذا ما كانت ضربه جزاء كان المفروض هذه كان المفروض يتعامل معاها المهاجم افضل من كذي، افضل من كذي لانه هو ايوه. والله بيني وبينك تبي الصراحه فيها ركله، يعني انا بالنسبه لي هذه الكره ركله جزاء، ركله جزاء 100%. بعد وين الفار راح عنا بشار؟ شلون؟ الفار وينه؟ ما عندنا فار، ما في. ما في؟ لا بالدوري ما في. ولا بيجيبونه بعدين بيتجهز لنا. بس هذه اللقطة خل ببلال طبعا يحكم فيها، بس تقول 100% ضربة جزاء. أنا بالنسبة لي ضربة جزاء 100%، ضربة جزاء. وأيضا نشوف بعض الحالات طرد الانذارين اللي اخذها احمد النحوي. انا الصراحه عندي الصراحه يمكن اذا في امكانيه نشوف اللقطه بالنسبه للكرت الثاني الاول بالدقيقه 36. لا الكرت الاول مستحب، الكرت الاول اي لا بنشوف اثنيناتهم يعني نتيجه ايه. الكرت الثاني يعني هذه الكرت الاول هذا ما فيه كرت، هذه 100% كرت مستحق. الكرت الثاني انا اعتقد ممكن كان يعني غير بالنسبه لي كان ممكن يستخدم روح القانون، بس فهد خلفان يقول تعور لاعب يستاهل. لا فهد خلفان عجبني، قال له ابو دام، اسال ابو دام، قال له اللاعب النحوي انطرد تاثر. ما شفته. قال ما شفته، بس اللاعب تعور يستحق الطرد. يعني اي لاعب يتعور ينضرب يتعور. هذا شاط هذا الانذار الاول ما في كلام. خلينا نشوف الانذار الثاني اللي الانذار الثاني اللي فيه الطرد مشكوك فيه. هاي الكوره التحام راس براس. اي يعني لا يمكن انا ما اتوقع، يعني انا اعتقد سوء تقدير بالنسبه اذا راس براس ما اعتقد. لا يعني هذه الكوره مشاركه عاديه يعني انطرد الفريق في الدقيقه. شوفها ما فيها اي حاجه ولا شيء، يعني حتى فاول ما فيها ما يستحق. حتى فاول ما في الصراحه دخول على الكره من الفريق من لاعبين طرد، والفريق كان ممكن ان يتعادل في المباراه دقيقة 63. اللاعب سيتم ايقافه اكيد للمباريات السابقه لان الاصفر احمر يعني مباراه واحده تتوقف، الا اذا كان الان ممكن حكم المباراه يشاهد او الحكم المساعد انه يعني يدلو بدلوه في تقريره انه غير مستحق ويداركون هذا ممكن، يعني طبعا انه ما يتوقف المباراه الجايه، لكن الصراحه الطرد لا غير مستحق. والفريقين على فكره بشار يبي لهم عمل كبير كبير وايد بعد مو شوي، يعني
احنا متعلمين على فريق خريطيات يكون في المنطقة الخطرة الى اخر المراحل، لكن مش متعودين على نادي العربي بالوضع الحالي ان ايجي يكون في المناطق الخطرة. هو العام الماضي مر عليها مرور الكرام، العام كان ايه يعني بس عداها عداها اوكي، بس الان الان الوضع لا الوضع صعب. ليش 6 نقاط فريق محمد؟ يعني يعني عنده عنده الان 6 نقاط وضع زين، بس انا اتكلم على المصلان. انا اتكلم على على المستوى الفني. تبي تشوف مباراه حاليا هو حتى احسن من الريان حتى، ما عليه اليوم، بس الريان عنده مباراه بكره ما دحين ما يعني شكلك سلمت للنقاط. لا لا, لا, لا بس مباراه صعبه مباراه صعبه، بس ابي كلمه لك الجمهور العربي اللي راح نشوفه الحين بال وعندي كلمه ثانيه بعدين يا ليت اتكلم. حلو استمتع لما اشوف الشعارات، استمتع لما اشوف الاعلام مال الدول، بس وينهم؟ اي اوكي حلو حلو استمتع لما اشوف النقد سواء كان في المجلس او سواء كان خارج الملعب او سواء كان في السوشيال ميديا، بس لما تنتقد لازم تتواجد في ارض الملعب، تآزر فريقك في هذه المحنه. هنا هو الجمهور المحب، ليس الجمهور الناقد اللي فقط يبحث عن الشماعه اللي هي نعم 10 نتيجة كبيرة زعلنا. أنا واحد من المحللين ومحبين نادي السد، كنت أنا ممكن المحايد المحايد، لكن زعلت على النتيجة. لكن اليوم مباراة، أنا قاعد أطالع في أرض الملعب فقط شعارات، شعارات الجنسيات الموجودة بالنسبة للمحترفين. أنت تطلب الآن المطالبة الموجودة يقول لك استقالة رئيس النادي، إنزين أوكي أنت وينك اللي أنت طالب الاستقالة؟ أنتوا وينكم الناس المسؤولين اللي يطالبون؟ تعالوا وقفوا مع النادي العربي، وقفوا له في أرض الملعب، حطوا لوحاتكم اللي تحتجون فيها، حطوا شعاراتكم الموجودة، أما بس كلام في تويتر. تعال نزل لي في تويتر، نزل لي في السوشيال ميديا، وأنت اليوم قايب عن المدرجات، لا هذا شيء مرفوض بتاتا. تبي 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 انت تقدم احتجازك، تبي انت تكون انسان مؤثر في هذا النادي، يجب ان تتواجد في وقت في وقت الصعب بالنسبه للنادي. لكن للاسف هذا هذا شيء انا لا اعتقد، يعني انا عصرت جمهور العربي وعصرت محبين العربي، من حب هذا الشعار ومن حب هذا النادي كان يتواجد دائما في ارض الملعب. واحنا شفنا العام الماضي لما مر نادي العربي في وضع سيء المدرجات امتلت، وقفوا جميع الفئات اللي تشجع النادي كانت متواجده في ارض الملعب. اليوم وقتكم، اليوم الوقت يحتاج. حتى انا بكره لما اقدم احتجاجي او اطالب باستقاله اقول نعم انا تواجدت، انا حطيت شعاراتي الموجوده اللي هي نعم هناك في قصور من مجلس الاداره. اما انت تجلس في التلفزيون شاي وقهوه والمزاج رايق عندك وتقول انا تعال استقاله وتعال النادي، لا، من يحب النادي يتواجد في ارض الملعب يشجع النادي وبعدين يطالب باللي هو يبيه. خلنا طبعا يعني نطوي صفحه المباراه، نتكلم عن المباراه الاولى اللي ايضا جرت في هذا الملعب، مباراه تعادل فيها الخور 1-1 مع الشحانيه. مباراه يعني ما كانت مستوى عالي، تقريبا نفس مباراتين اليوم نفس المستوى. هذا الهدفين اللي كان مباراه في العشر دقائق الأولى أحمد ياسين، هدف حلو، هدف حلو، وأيضا التعديل كان من البديل سلطان بخيت الكواري بعد دخوله بلحظات دقائق. هدفين طبعا أخطاء من حارس المرمى. شحانية يعني كان محمد يعني قبل مباراة الدوسري قال الشمري عفوا ذكر أنه تعادل مو سيء بالنسبة له؟ نه. تعادل بالنسبة له خصوصا من بعد خسارة تعادل ممتاز. على فكرة احنا دائما ما نقول ان هناك الاندية يجب ان تدعم حتى توقف الفرق، صح مطلوب. نادي الشاحنية قاعد يقدم نموذج جيد، ليش؟ مع نادي دحيل القوي لدقيقة 63 مرمى ما في هدف، لدقيقة 63 طبعا فوارق الفنية الموجودة بالنسبة لتحيل قدر بعدها يخلص المباراة بالنسبة له ويفوز في المباراة، بس مع طرد مع طرد ها موجود. لهذا السبب الشماعات اللي قاعدة تتكرر واللي قاعدة تنقال مو صح. في بعض الكلام الصراحة يقال وسمعناه ان ادعم بعض الأندية المدعومة، بعض الأندية المساندة، بعض الأندية اللي لديها قوة خارقة، لديها العام ليش تروح بعيد؟ العام المرخية السد ما فاز على المرخية داخل الملعب في نعم في فاز اداريا
بس فاز اليوم اليوم براتين. بشار بشار اليوم الشحنيه انت لا تروح بعيد لا تخلي العام الشحنيه نادي طالع من الدرجة الثانية الموازنة بالنسبة له مختلفة احنا موازنتنا الفرق الدرجة الأولى أفضل من الموازنة الموجودة في الدرجة الثانية هو لما يثبت بعدين الموازنة مالته راح تختلف الآن الوضع في أرض الملعب هو الأفضل أفضل من فرق كثيرة موجودة عندنا في نادينا في الدرجة الأولى أفضل فنيا إلى الآن حتى نقطيا أفضل حتى نقطيا أفضل فلهذا السبب لن نتكلم نحط شماعات بس فقط لسوء العمل اللي احنا وادارتنا في هذا الموضوع، في عمل خطا موجود. لازم نعترف بالخطا اللي اخترناه، اخترنا جهاز فني خطا، اخترنا انتدابات خطا، اخترنا محترفين يعني خطا. يعني انت تقول قصدك تقول في فروق بس مو بهالدرجه. لا مو بهالدرجه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن بشار، في اقوى من نادي دحيل الموسم الماضي ما في. نادي متكامل، هذا النادي وقف وياه الشحنيه للدقيقه 63، تعال حق مباراه السد والعربي. هذا العربي وهذا شحنية شوف الفرق شاسع ليش معناته هنا في عمل في النادي عمل انتدابات بالنسبة للقطريين عمل المحترفين بالنسبة على حسب الاحتياج الموجود بالنسبة للفريقة ناس تكمل بعضها في أرض الملعب فريق واقع قاتل هو وين على فكرة لما يهبط ما راح حد يقول له ليش هبطت انت الهبوط لو تم لأي نادي من الأندية الكبيرة الموجودة سواء الأنديتنا الكبيرة ما بأذكر بالاسم الموجود لأن في مؤشر الآن أندية الصراحة في وضع جدا خطر الموسم الحالي أسوأ من العام الماضي أسوأ من العام الماضي المستوى الفني اللي قاعدين نشوفه لبعض الأندية أسوأ من العام الماضي لهذا السبب أنا أقول هذا لا هذا عمل عمل سواء كان إداري سواء كان من جهاز فني إذا كان مستقر على جهاز فني معناته في انتدابات خطأ في محترفين خطأ لهذا الأساس ما تمت المعالجة الموجودة عندك من الموسم الماضي شكرا لك محمد طبعا كلام بهالموضوع كبير لكن احنا وقتنا قصير فخلنا نروح فاصل ونرجع الحديث على الاخريطيات نعم. ينطبق على الأدوات انت لا تجيب لي مدرب تقول لي بجيب لك انا مدرب سوبر وانت تعطيه أدوات المستوى الفني مالها اقل يعني نقطه واحده من يفضل طبعا ولا كان يحب انه هو يكسب الثلاث نقاط الموجوده مع الشحانية وضاع في العشر دقائق الاخيره ضاع ايوه انا حضرت شفت المباراه الصراحه فيها التنظيم يا من نقص اللياقه الموجوده بالنسبه للفريق ما كان التركيز واضح في الاخر عشر دقائق والربع ساعه ما كان واضح يا ان اللعيبه يعني انا اتوقع النقص اللياقي هو اللي افقد التركيز بالنسبه للفريق في اخر ربع ساعه لهذا السبب قدر الشحنيه يستخلص هذا الهدف ويعادل في المباراه 1-1 في المباراه لكن ما زال الوقت انا اقول للحين اقول مدربين احبهم يعني للحين ما زال الوقت يعني بعد في وقت ومورسيا من الشحانيه ايضا انت مدحت الشحانيه وايد انا يعجبني الصراحه يلعب بطريقة اللعب على حسب الإمكانيات الموجودة عنده في الفريق واللعيبة الموجودين عنده في الفريق قاعدين يؤدون بشكل جيد طريقة اللعب اللي هو طالبها سواء كان في التنظيم الدفاعي أو في التنظيم الهجومي والدليل على هذا سبق وقلت للدقيقة 63 مع فريق جبار مكسر العام الماضي من الأهداف هداف وثاني هداف الدوري موجود قدر للدقيقة 63 أن يكون محافظ على مرماه مع بطل وحامل لقب يعني معناته في عمل مدرب اليوم خسران المباراة ما تملك في الدفاع واقف قاعد يهاجم قاعد يحاول فرصة ما سجل المباراة وعادل المباراة تحسب بالنسبة له معناته المدرب واقف على الفريق بشكل جيد أنا أتوقع الشحانية إذا لم تحدث إصابات موجودة بالنسبة للعيبته راح يكون الفريق بشكل ممتاز مع المدرب المدرب الصراحة يعمل بعمل جيد في أرض الملعب ننتقل للمباراة الثانية مدربين المباراة الثانية نبدأ بنصيف مدرب خريطيات أعتقد نفس الكلام اللي ذكرته الأدوات وأن هذه هل بالإمكان أفضل من مكان؟ لا ما يقدر يعمل أزيد أعتقد الآن يجب التحرك الإداري السريع بالنسبة زين لو أقول لك حط فلوسك على أول مدرب راح يقال الحين اقول حرام في هذا الجو بشار وفي هذا الوقت ثلاث مباريات وحتى فتره الاعداد الموجوده انا اقول حرام مش
لا يمكن نشغل مقصله من الحين عليهم، لا يمكن. لكن الله يعينهم، احنا محللين هني يعني بعد ناخذ من وراها يعني اكل عيش، لازم نتكلم باللي نشوفه قدامنا قاعدين. اللي نشوفه قدامنا لا يحتاج عمل فريق. لكن لا تنسى احنا في شهر 8 يا اخي، احنا كنا في اوروبا هالكانين من الشمس. لوكا انت اليوم انتقدته في بعض التبديلات. بعد انتقده الصراحه، انتقده ما زال العربي بعيد، ما زال وما زالت القراءة الفنية موجودة بعيدة، التنظيم الدفاعي ما زال في خلل موجود، وسط الملعب ما زال خلل موجود، التغييرات اللي تمت بالنسبة للوكا بعد غير مقنعة جدا بالنسبة له. حتى التغييرات يعني لما يتم في مباراتين كابتن بشار ويتغيرون، يتغير يستبدل المحترف، معناته إشارة من جهاز الفني حق الإدارة تعالوا يا جماعة، لأن اللي هو جايبه ترى ما يغيره، يقول لهم تعالوا انتم اختيار عندكم خطا عندي، معناته انتم حملكم انتم الخطا مش انا. فلهذا الاساس هاي مباراتين يستبدل اللاعب المحترف الموجود بالنسبه له 23. المباراه السابقه طبعا مع السد كان فرانكو ما يلعب المهاجم لانه كان مصاب. شكرا لك ابو محمد، استمتعت معك اليوم، واتمنى ايضا المشاهدين استمتعوا. هذا كان كل ما لدينا في مباراتين اليوم اللي تكلمنا عليهم، تكلمنا عن المدربين. احنا انتهينا، لكن الاخوان في المجلس خالد جاسم الزملاء الساعه 10 ونص راح يتكلمون اكثر عن نتيجتين مباراه اليوم، وايضا راح يتكلمون عن قمتي القد اللي راح تكون ان شاء الله، الاولى الاستاذ جاسم الحلب نادي السد بين السد وغرافه، والثانيه ان شاء الله على الملعب راح نكون انا ان شاء الله محمد معاكم. الحين عندنا دقيقه واحده نقول بس شيء واحد. تفضل. صراحه انا خساره كبيره للجماهير اللي بتحضر بكره. كنت اتمنى مباراة بقيمة السد والغرافة ومباراة بقيمة الريان وضحيل تكون في ملعب واحد، خصوصا في هالأجواء هذه. خلنا نستمتع، خلوا الجماهير يستمتعون بمباراتين كبار. ليش سويت له مباراة في استاد جاسم بن حمد وليش سويت له مباراة في استاد خليفة؟ في استاد خليفة عرفنا لأن ضحيل مباراة. وجه لهم السلام عليكم. أعتقد أنها تكون أول قمتين في هذا الموسم. صحيح. أتمنى نستمتع فيهم. شكرا لكم، أشوفكم باكر إن شاء الله، مع السلامة.